تمام اتفضل. دلوقتي انا جبت نقطه الماكسيمم دراي دينستي، وهي دي النقطه اللي انا هشتغل عليها. طيب في الواقع بقى انا بوصل لها ازاي؟ هل بزود مثلا الووتر كونتنت بتاعت التربه ان انا مثلا برشها او كده، ولا بوصل لا للنقطه دي ازاي؟ معلش معلش انا كنت بعمل تسجيل، اتفضل تاني سؤال تاني. دلوقتي انا جبت نقطه الماكسيمم دراي دينستي، وهي دي النقطه اللي هي الكريتيكال اللي انا هشتغل عليها. طيب النقطه دي انا بوصل لها ازاي؟ هل مثلا برش الموقع مثلا بزود الووتر كونتنت بتاع التربه علشان اوصل للنقطه دي، ولا في الحقيقه بوصل لها ازاي؟ ما دي احنا قلنا فيها برضه يا باشمهندس المره اللي فاتت. انت بالظبط انت احنا هنجاوب على الموضوع ده دلوقتي النهارده يعني في المحاضره، ولكن قبل ما نبتدي انت بتبتدي تبقى تارجت ان انت تعمل ساتوريشن، ام سوري، تعمل ويتنج للسايت اراوند الووتر كونتنت، الاوبتيمم موتشر كونتنت اللي عندك، تمام؟ تمام وبعد كده بتبتدي تشتغل زي ما قلت لك في المشاريع المهمه زي الايرث دامز مثلا، لو انت بتعمل مشروع بنفس الليفل بتاع السد العالي، انت بتبتدي تاخد الرمله اللي عندك بتوصلها تبقى دراي، بتوديها محطه خلط زي بتاعه الخرسانه بالظبط، بتطلع لك الموتشر كونتنت. انت مش محطه الخلط في الاسمنت بتطلع لك ووتر سمنت ريشيو محدده ومعروفه في الديزاين ميكس بتاعك، تمام؟ نفس الكلام، تمام؟ بس الكلام ده في المشاريع الكبيره او المشاريع المهمه، لكن مشروع الطريق اللي بيحصل ان احنا او ان المقاول بالخبره بيقدر يوصل للديجري اوف ساتوريشن وبيعمل وبيضمك وبعد كده بيعمل اختبار، عشان كده هنشوف احنا الكلام ده النهارده كله. طيب ماشي؟ تمام. عندي سؤال تاني بعد اذنك. اتفضل. دلوقتي الكومباكشن كيرف لما بيترسم ديورنج كومباكشن ولا افتر كومباكشن؟ لا 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 هنقوله برضو النهارده. بص بقى، احنا المحاضره اللي فاتت احنا ابتدينا نفهم الثيوري اوف كومباكشن، تمام؟ البيهيفير بتاع السويل اندر كومباكشن. المحاضره النهارده بقى هنبتدي نتكلم على ازاي ان احنا هاو تو ديتيرمن الكومباكشن كيرف، هاو تو ديتيرمن الماكسيمم موتشر كونتنت او سوري الماكسيمم دراجيتي او الاوبتيمم موتشر كونتنت، ايه ازاي هاو تو ديتيرمن ان فيلد اند هاو تو ديتيرمن ان لاب، تمام؟ فده كله هنتكلم عليه النهارده، تمام؟ فاحنا دلوقتي هنبتدي المحاضره بتاعتنا، بس قبل ما نبتدي المحاضره هو هيبقى في عندنا كان في اكزامبلز، بس احنا الوقت خليها في الاخر ممكن نبقى نتكلم فيها. المشكله الثانيه ان مش هقدر اعمل تسجيل التسجيل مش هيغطي الوايت بورد ده اللي جات لي المعلومه دلوقتي، فلكن ممكن انتوا بقى تبقى تاخدوا سكرين شوت واحنا بنتكلم دلوقتي. اللي انا كنت عايز بس نقوله في الاول ان احنا في عندنا حاجه اسمها فورس، تمام، وحاجه اسمها ماس، تمام، وبنربطهم مع بعض ان الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن. وحدات الفورس يا جماعه هي في منها الداين، تمام، في منها النيوتن، وفي كيلو نيوتن، تمام. وحدة الداين هي جرام سنتيمتر على سكند سكوير، تمام. طب النيوتن هو كيلو جرام متر على سكند سكوير، تمام. طيب الكيلو نيوتن طبعا هتبقى 1000 كيلو جرام، تمام. فبالتالي دي الوحدات بتاعتنا، في عندنا الداين وفي النيوتن، وزي ما احنا شايفين كده لو احنا جبنا العلاقة ما بينهم هنلاقيها 100,000 او 10 10 to plus 5. اوكي، ليه؟ لان انت الكيلو هو 1000 جرام والمتر هو 100، يعني عندنا 5 اصفار 10 to power 5. ماشي يا جماعة؟ طيب المعادلة بتاعتنا جت منين الكلام ده؟ ان احنا عندنا ماس في acceleration، الماس دايما بتبقى بالجرام او بالكيلو جرام ماس multiply by acceleration اللي هي length على second square ايا كان بقى، او سوري length على time square. ال length ممكن يبقى سنتيمتر، ال time ممكن يبقى second meter second او minute او hour. طبعا وحدات ال SI بنشتغل بالسكند، وبالتالي يبقى احنا عندنا دي الوحدات بتاعتنا. يبقى احنا عندنا النيوتن هو كيلو جرام متر second square، وال داين هو جرام سنتي second square. طيب احنا لو جينا هنا نرجع تاني للمعادله الاصليه بتاعتنا، تمام،
ان الفورس بتساوي ماس في اكسلريشن. طب لو انا عايز اجيب الفورس اللي هي ايكويفالنت ل 1 كيلو جرام، تمام، 1 كيلو جرام فورس او كيلو جرام ماس، لازم اضربها في عجله الجاذبيه الارضيه 9.81، تمام. وبالتالي يبقى انا عندي الكيلو جرام فورس، الكيلو جرام فورس اللي هو ده بيساوي 9.81، ونكتب بقى الوحدات بتاعتنا اللي هي كيلو جرام متر بير سكند سكوير، اللي احنا قلنا لسه قايلين عليها اللي هي ايه؟ النيوتن، صح؟ تمام. يبقى احنا هنا هنقول ان الكيلو جرام فورس بتساوي 9.81 نيوتن. يبقى دي العلاقه اللي ما ننساهاش، ان احنا عندنا كل كيلو جرام فورس بيساوي 10 نيوتن تقريبا. طبعا احنا كنا بالتقريب كده بنشتغل تمام ب10، لكن زي ما هنشوف في المسائل هنا وفي الكومباكشن مهم جدا ان احنا نبقى very accurate بالنسبة للوحدات. يعني هو المفروض حتى ان انت تقول ان احنا 9.807. هو للأسف طبعا العلاقة دي لها علاقة بالجاذبية الأرضية اللي هي الجي ام في جي، والمنطقة الجاذبية الأرضية طبعا في كل منطقة في العالم مختلفة، ولكن احنا دايما او تعرف عليه ان احنا في العالم كله هنشتغل ب9.18. يبقى انت الكيرف اللي هتشتغل بيه، او سوري، او القيمه حتى لو ما جاتش في الامتحان زي ما اتفقنا هتبقى 9.18. يبقى احنا عندنا قيمتين لغايه دلوقتي، الجي اس قلنا 2.7 لو مش عندك، الجاذبيه الارضيه او العلاقه اللي بتربط ما بين الكيلو جرام فورس والنيوتن هي 9.81، تمام. دي مهمه جدا عشان لو جات لي عينه جرام على السكند على المتر المكعب، سوري على السنتيمتر المكعب او طن على المتر المكعب، هي تمام، احولها ازاي لكيلو نيوتن، لكيلو نيوتن على المتر المكعب. كنا الاول بنضرب في 10 او نقسم على 10، تمام. دلوقتي الرقم ده في الكومباكشن ما ينفعش، وهنعرف ليه بعد شويه. ماشي يا جماعه، نبتدي بقى المحاضره بتاعتنا. دلوقتي انا هشير، هحاول اعمل شيرنج لل السكرين. المفروض دلوقتي انتوا شايفين المحاضره، مظبوط؟ تمام يا دكتور. طيب الاكزامبل دي هنرجع لها بعد شويه، ممكن في اخر المحاضره. نبتدي بقى هنا نكمل الاختبار ده. رد على سؤال زميلكم من شويه، احنا ازاي بنحدد الكومباكشن كيرف، يعني ازاي بنقدر نعمل الكومباكشن كيرف ده، تمام، او بنرسمه ازاي او بنحدده ازاي. طيب الاختبار اللي احنا بنقدر نعمله ما بي هو بيسمى بالكومباكشن تيست، تمام. اي عينه انت عايز تعملها او تدرس خواص الكومباكشن بتاعتها لازم تروح المعمل وتعملها. الكلام ده مش غريب علينا. لو انت عايز تعمل كونكريت ميكس وعايز تختبره بتعمل ايه؟ بتروح معمل الماتيريال، انتوا عارفين مكانه، بنروح بنقول لهم والله احنا عايزين ندرب كذا ميكس معين، الميكس ده كذا كذا كذا، ده كذا كذا كذا. دكتور في ناس مش عارفه تخش الميتنج. دول ثلاثة؟ اوكي. تمام. فبنقول ان احنا بنروح المعمل بنبتدي نعمل ميكس، بنحطه 28 يوم او 14 يوم. كل واحد يعمل ميوت عشان بس في ايكو دلوقتي. تمام. فالمهم ان احنا بنبتدي بعد كده بناخد العينات نكسرها ونبتدي نعرف
البيهيفير بتاع السويل ميكس بتاعتها. نفس الكلام احنا بنعمل الكلام ده بالنسبه للتربه، احنا عايزين نعمل لها كومباكشن، بنقول ان احنا هنبتدي هنبتدي نعمل اختبار معين. الاختبار ده بنسميه البروكتور تيست، والبروكتور تيست ده هو عبارة عن مولد من الحديد، وهنبقى نشوفه في المعمل او المعيدين هيوريه لكم. تمام، المولد من الحديد ده بالشكل ده بنبتدي ندمج التربه فيه على طبقات. تمام، كل طبقه لها سمك ولها عدد ضربات معينه بمطرقه قياسيه ستاندرد هامر. تمام، طيب الايجيبشن كود اوف براكتس فيه، او اللي هو الكود بتاعنا الكود المصري فيه له الاختبار ومعقد بعض كل الكودات بتاعته كانت رقم الكود بتاعته. نفس الكلام في الاشهر، قلنا الاشهر المهم بالنسبه لنا هو له اسم معين اللي هو تي 180 او تي 99 على حسب نوع الاختبار، وبرده الاس تي ام اللي هي الامريكان سوسايتي اوف تيستنج ماتيريالز برده لهم نفس الرقم او لهم نفس البيهيفير يعني او نفس الريكوايرمنت. فهنلاقي ان الاشتو هي تقريبا الاي اس تي ام 698 او الاشتو تي 180 هي نفسها 1557. تمام، طب ايه الفرق يا جماعه بقى؟ الفرق ان احنا كان زمان عندنا ما بيسمى بالستاندرد بروكتور تيست. الناس في الثلاثينات من القرن اللي فات ابتدوا بالبروكتور تيست، ده عباره عن ايه؟ عن مولد. المولد ده وزن حجمه تقريبا 1000 متر 1000 سنتيمتر مكعب او 900 وحاجه، لان هو كان بالفيت في امريكا. تمام، او بالانش يعني، بس هو حجمه تقريبا قريب من 1000 سنتيمتر مكعب. كنا بنقول ان احنا بنقسم العينه على ثلاث طبقات، كل طبقه بنعمل عليها 25 ضربه من مطرقه قياسيه من ارتفاع 30 سنتي او 1 فيت يعني. تمام يا جماعه، فده اللي كنا بنعمله. لقوا ان زي ما اتفقنا ان ابتدى الريكويرمنت او الكومباكشن كيرف ده او الماكسيم دراي دينستي اللي بتطلع من الكيرف ده مش كافيه ومش بتحقق البروبرتيز، بالذات في المطارات في الحرب العالميه الثانيه ما كانش الكومباكشن للليفل ده از نوت ساتسفاينج يعني. فابتدوا يفكروا طب قالوا طب نعمل بقى موديفايد بروبرتيز، نعمل ايه؟ نزود الانرجي. تمام، الانرجي ان احنا خلوا نفس سوري زودوا الهامر من 2.5 كيلو ل 4.5 كيلو، بقى الفولينج هيد فيت ونص او 450 مللي، وبس اللي خلوه زي ما هو ثابت اللي هو ال 25 بلو لكل لاير. يبقى بدل 3 لاير بقت 5، بدل ما الهامر كانت 2.5 كيلو بقت 4.5 كيلو، بدل ما الدروب على الهامر 30 سنتي بقى 45 سنتي. تمام، يبقى عندنا هنا فرق انرجي كبير. يبقى انا لو انا هرسم الكومباكشن كيرف بتاع الستاندرد بروكتور تيست ممكن يطلع بالشكل ده، يبقى انا منتظر ان الماكسيمم او الكيرف بتاع الماكسيمم بتاع الموديفايد بروكتور هيكون اعلى، وبالتالي انا هوصل لماكسيمم دراي دينستي اعلى، وبالتالي هي دي اللي هتبقى الريفرنس بتاعي زي ما هنشوف بعد شويه. انا بدور على الريفرنس فاليو اللي انا اقيم بيها شغل الموقع في النهايه. تمام، يبقى انا قدرت هنا اوصل لقيمه اعلى. تمام، طب الاختبار ده بنعمله ازاي؟ ده شكل المولد زي ما قلنا، عباره عن وعاء حديد. تمام، بس له حته صغيره فوق شويه. تمام، وهنعرف ليه من بعد شويه. يعني بيبقى له ده ارتفاعه، ده المولد الاساسي بتاعنا اللي هو حجمه تقريبا 944 سنتي. تمام، او لو استخدمنا مولد كبير عشان الجرافل بيبقى حجمه بالشكل ده، لكن المولد القياسي هو الاربعة انش مولد اللي هو بالشكل ده، بيبقى له حتة اضافية عشان لو سمحت يا دكتور معلش، هو التلاتة والخمسة اللي في السلايد اللي فاتت كانوا بيعبروا عن ايه؟ قول تاني. التلاتة والخمسة اللي كانوا في السلايد اللي فاتت بيعبروا عن ايه؟ اللير، نمبر اوف لير يا باشمهندس، نمبر
لما باجي احط العينه ما بحطهاش مره واحده، انا بدمجها على لاير، تمام؟ فبالتالي بحط لاير وادمجها، وبعدين احط اللاير الثانيه وادمجها وهكذا، تمام؟ يبقى المولد ده في الستاندر انا بملاه على 3 مرات للسيلز، تمام؟ انما في حاله الموديفايد بملاه على 5 طبقات. ماشي يا باشمهندس؟ تمام. دكتور معلش، في ناس مستنيه عشان تدخل الميتنج. انا دخلتهم كلهم دلوقتي، معلش انا مش بقدر اشوف، لكن انا كلهم ما فيش قدامي حد دلوقتي، كله دخل اعتقد. تمام. فدلوقتي بنبتدي نعمل الكومباكشن بالشكل ده، بنبتدي نعمل طبقه طبقه زي ما احنا شايفين الراجل هنا كده، تمام؟ بيضمك كل طبقه 25 مره، وبيمشي بالشكل اللي هو من بالشكل ده، بحيث ان هو يغطي كل المولد في خلال ال 25 طبقه دول، تمام؟ بعد كده يحط الطبقه اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها، تمام؟ المفروض ان هو كله يبقى في حدود ايه؟ جزء صغير من المولد العلوي. بعد كده بيفك المسامير دي، اوكي، وبيبتدي يساوي المولد اللي عندي، تمام؟ يبقى دي ده شكل المولد. هو الجهاز بتاعنا عباره عن مولد ومطرقه قياسيه، والسويل بتاعتنا اللي بتبقى في حدود 5 6 كيلو بتتخلط بنسبه ووتر كونتنت معينه. طبعا احنا بنقيس العينه، او سوري، بنوزن العينه، هي 5 كيلو وبتبقى في الغالب دراي. ببتدي احدد نسبه الووتر كونتنت، انا عايز مثلا 3% 4%، يعني انا عندي ال دبليو اس واقدر اجيب منها الدبليو ووتر، لان عندي الووتر كونتنت هي دبليو وزن الميه على وزن السوليد، فعندي 5 كيلو وعايز 5%، بيبقى سهل جدا، يبقى 250 جرام اقدر اضيفهم على العينه، يبقى انا ابتديت تقريبا ب 5%، تمام؟ طيب ده هو شكل المولد الاول. اول خطوه خالص بقيس المولد، فركزوا معايا بقى، تمام؟ بعد كده بحط الطبقه الاولانيه، تمام؟ طبعا بقى سوري، بعد ما بوزن المولد نفسه بركبه في القاعده بتاعته في الجزء العلوي عشان تسهيل عمليه الدم. بعد كده ببتدي احط لاير وادمجها، وبعدين اللي بعدها هكذا، يعني الثلاث دورات دول بجررهم 5 مرات او 3 مرات على حسب نوعيه الكير، نوعيه الستاندرد بشتغل بيها، سواء موديفايد او نورمال بروكتر، تمام؟ فيبقى 3 4 5 دي بتتعاد يا 3 يا 5 مرات على حسب الكيرف. بوصل في الاخر بقدر اساوي الكيرف واوزنه تاني زي ما احنا شايفين كده محطوط على الميزان. يبقى انا في عندي وزن المولد فاضي، وعندي وزن المولد معاه الكومباكتد سويل. سهل جدا ان انا اقيس الكومباكتد سويل ويت بتاعها، اطرح 5 من 1، صح؟ انا هنا في مرحله 5 بقى عندي المولد مليان ومتساوي، تمام؟ عارف الفوليوم بتاعه وعارف الوزن بتاعه، الوزن بتاعه انكلود المولد وانكلود السويل. طب انا عندي وزن السويل من 1، لو طرحت 5 من 1 يبقى عندي دبليو اس، تمام؟ يبقى مش دبليو اس، دبليو توتال معايا، دبليو توتال ان في ميه وفي سوليد، تمام؟ يبقى انا عندي دبليو توتال وعندي في توتال موجوده معروفه، اللي هو زي ما قلنا المولد بيبقى جاي معاير 944 سم. اقدر اجيب الكثافه ولا لا يا جماعه؟ تمام؟ اقدر اجيب الكثافه بتاعها، تمام؟ اللي هي البالك دينستي وليست الدراي دينستي، تمام؟ اوكي. نرجع بس حاجه سريعه جدا، ان هو بالنسبه للكومباكشن انرجي، الكومباكشن انرجي بيبقى هي الانرجي دايما ماس او ويت في هايت، وده بيدي الانرجي في الجول، تمام؟ يبقى انا عندي لو عندي ماس وبتعمل هبوط لمسافه معينه دي بتدي انرجي في الاتش، يبقى هنا ام ملتبلاي باي اتش او ويت ملتبلاي باي اتش. طيب انا كررت الكلام ده 25 مره، يبقى بضرب التوتال انرجي بتاعتي النمبر اوف فلوز على النمبر اوف لايرز، لان انا عملت الكلام ده 5 مرات، 25 يعني 125 في الويت اوف هامر في الفري فول هاي، تمام؟
عشان اجيب بقى normalized energy بقسمها على المول اللي عندي، حجم المول. تمام؟ يبقى انا لو عملنا الحسبه دي بلاقي ان انا الستاندرد تيست بيديني تقريبا 600 كيلو جول للمتر المكعب، والموديفايد بيديني حوالي 2700 كيلو جول للمتر المكعب. وزي ما قلنا ده بيبقى شكل الستاندرد كيرف، وده شكل الموديفايد كيرف زي ما احنا شايفين كده. تمام يا جماعه؟ يبقى احنا كده قدرنا نحدد كمان الانرجي، يعني الموديفايد تقريبا بيدي اكتر من اربع مرات وشويه، تقريبا اربع مرات ونص بالظبط الانرجي بتاع الستاندرد. تمام؟ وبالتالي بنبقى الاوبتيمم موتشر كونتنت عندنا متوقع جدا ان هو بيزيد بشكل كبير ما بين الستاندرد والموديفايد. تمام؟ نرجع تاني، معلش كان في تغيير في السلايد. نرجع تاني بعد كده بنقدر نحسب الحسبه بتاعتنا بالنسبه للبروكتور تيست، ازاي نرسم الكيرف بتاعنا. تمام؟ زي ما قلنا الخطوه بتاعتنا ان احنا بعد ما بنعمل تريننج، احنا اتكلمنا عن النقط الخمسه دول في الاول، بعد كده بنجيب الوزن الكلي زي ما شفنا اللي هي في نمره خمسه. تمام؟ وعندنا الووتر كونتنت. طب الووتر كونتنت جبناه منين؟ الووتر كونتنت احنا ابتدينا بيه من الاول. تمام؟ احنا جبنا ايه؟ وزن ميه. تمام؟ وحددناه، فكنا احنا وي تارجتنج ووتر كونتنت. ولكن في الحقيقه انا ما بعتمدش على القيمه دي لاسباب كتير. تمام؟ ان اصلا العينه ما بتبقاش عندي توتالي درايف من الاول، وبالتالي بيبقى فيها نسبه ويتنج معينه. الحاجه الثانيه وانا بعمل اختبار الميه بفقد ميه من نتيجه الايفابوريشن، نتيجه التمبريتشر اللي موجوده، الكلام ده كله. فبعمل ايه؟ بعد ما بخلص العينه على طول يا جماعه، يعني زي في المرحله الخامسه دي، بعد ما اوزنها بنعمل ايه؟ بناخد جزء من العينه immediately او ثلاث اجزاء، جزء مثلا من فوق وجزء من النص وجزء من تحت، فباخد ثلاث اطباق فيهم اوزان من العينه وبحطها في الفرن. تمام؟ لو انا عارف وزن العينه قبل ما احطها في الفرن وبعد ما حطيتها في الفرن وزنت العينه تاني. تمام؟ الفرق ما بينهم لو طرحت ده من ده هيديني ايه؟ وزن الميه اللي كان موجود، صح؟ انا حطيت العينه ويت او يعني بارشلي ساتوريتد او مبلوله او بحالتها البالك، حطيتها في الفرن فقل حجمها، سوري قل وزنها. الفرق الوزن ده هو وزن الميه اللي خرج. تمام؟ يبقى اقدر اجيب وزن الميه. لو قسمته على وزن السوليدز اللي هي الدراي اللي هي بعد الاوبن، يبقى انا جبت الووتر كونتنت. سهله؟ تاني باخد عينه، باخد عينات من بعد ما بعمل كل تجربه، خلصت التجربه وصلت لنمره خمسه، باجي اخد ثلاث عينات من او عينه او ثلاثه يعني، بس يفضل ثلاثه. ببتدي اخد الثلاث عينات من التربه، العينات دي بحطها في اطباق صغيره. تمام؟ وبقوم حاططها في الفرن. تمام؟ عندي اللي هو الوزن البالك قبل ما احطه في الفرن، وعندي الوزن الدراي بعد ما طلعتها من الفرن. لو طرحت ده من ده، تمام؟ هيجيب لي دبل ووتر، لان دبليو بالك هي عباره عن ايه؟ دبليو اس زائد دبليو ووتر. مظبوط؟ والجاما دراي هي دبليو اس. لو جيت طرحت الجاما دراي بعد ما حطيتها في الفرن ناقص الجاما بالك، يبقى انا الدبليو اس بتروح وبيفضل عندي الجاما ووتر. طيب عايز اجيب الووتر كونتنت، الووتر كونتنت هو عباره عن دبليو ووتر على دبليو اس. دي معامله سهله جدا او معادله سهله. بقى انا عندي جاب وزن الميه عن طريق ان انا اطرح الوزنين على الجاما دراي او سوري الدراي ويت او دبليو اس، جبت الووتر كونتنت عندي. تمام؟ يبقى انا هنا بعد ما عملت التجربه دي كلها وعملت الخطوات دي كلها، انا جبت حاجتين، جبت جبت جاما بالك للعينه بصفه عامه كومباكتد،
اوكي وجيت الووتر كونتنت تمام. المعادله الشهيره اللي قلنا عليها يبقى الجاما دراي بتاعتنا بتساوي ايه؟ بتساوي الجاما بالك على 1 زائد ووتر كونتنت تمام يا جماعه. يبقى انا هنا بعد العمليه دي كلها انا ابتديت بووتر كونتنت معين وانتهيت ان انا حسبت دراي دينستي معين. انا كده قدرت ارسم الكيرف بتاعي او الكومباكشن كيرف. ريت حد يرد عليا. يا دكتور هل احنا قدرنا نرسم الكيرف؟ في الحقيقه احنا عندنا نقطه ووتر كونتنت معين جبنا له دراي دينستي معين. يبقى انا في الحقيقه اللي عملته ان انا جبت ايه؟ نقطه على الكيرف. انا جبت اول نقطه على الكيرف لان انا عندي ووتر كونتنت واحده جبت لها دراي دينستي واحد. طيب انا عايز الكيرف، يبقى الحل ايه؟ ابتدي اخد العينه بتاعتي تاني ازود لها ووتر كونتنت او نسبه ميه تاني واعمل النقطه اللي بعدها تمام. طيب جبت نقطتين، لا ده انا محتاج 6 نقط او 5 نقط على الاقل. ابتدي اجيب نقطه بعدها وارسم الايه النقطه اللي بعدها. يبقى الحل عندي ان انا بعمل الاختبار ده عدد من المرات زي ما احنا شايفين كده. في الاخر انا ده اللي بيطلع لي الجدول زي ده، انا بطلعه من المعمل في نهايه اليوم. نقط ووتر كونتنت ابتديت بيه وجبت الويت بتاع السامبل بتاعي في الاخر. ووتر كونتنت ويت اوف سامبل 5 تو 6 بوينت تو 7 بوينتس، ده الرينج بتاعي، ما بنقلش عن 5 وفي الغالب ما بنزودش عن 7 تمام. فبالتالي بمعلومات المولد اللي عندي الستاندرد مولد او الستاندرد مولد اللي موجود الحجم بتاعه والسبيسيفيك جرافيتي اللي هي جي اس، سوري السبيسيفيك جرافيتي السبيسيفيك ويت بتاع السويل تمام، بقدر احدد كل الكومباكشن كيرف. يبقى انا بقدر من القيمتين دول بقدر اجيب زي ما شفنا بقدر اجيب الايه الجاما دراي بتاعت اول نقطه ثاني نقطه ثالث نقطه وانا عندي الووتر كونتنت، فبقدر ارسم الكيرف بسهوله جدا. علاقه ما بين الووتر كونتنت لكل نقطه مع درجه. في الاول بيبقى عندي مجموعه من النقط وبعد كده ببتدي احاول ارسم افضل كيرف بيمر بالنقط دي، وبيبقى مهم جدا ان انا ارسمه كويس لان انا عشان اقدر احدد الاوبتيمم ويتشر كونتنت. مش شرط النقطه اللي في النص تبقى هي النقطه اللي عندها الماكسيمم دراي دينستي، لا ده انا لازم ارسم واعمل انترفوليشن تمام عشان اقدر اجيب الايه النقطه اللي عندها الماكسيمم دراي دينستي. في اسئله يا جماعه؟ تمام. طب يبقى هو ده الاختبار عندنا. وبالتالي بنبتدي بقى نرجع تاني للخطوات بتاعتنا نشوفها تاني. هعيد انا نفس الكلام اللي انا قلته تاني تمام. اول حاجه لان دي مهمه جدا يعني دلوقتي الخطوات اللي احنا عملناها كلها دي للاختبار بنعملها قبل ما نعمل كومباكشن للتربه عشان نعين اللي هي الجاما دراي، مظبوط كده؟ بالظبط. بص تاني احنا زي ما مرحله المعمل احنا لسه ما رحناش الموقع تمام؟ انا دلوقتي عندي تربه جايه لي من الموقع بيقولوا لي انا عايز احدد الماكسيمم دراي دينستي. دي خاصيه للتربه تمام؟ بعد كده احنا بقى هنروح الموقع لسه هنتكلم في الموضوع ده. هنروح الموقع نعمل ايه بقى؟ لازم ندمج الكلام ده وبعد ما ندمجه لازم ايه نتاكد منه. فعندنا اختبارات ما تسبقش الاحداث يعني تمام؟ هو دلوقتي احنا دلوقتي لسه في الموقع زي ما انتم في الماتيريال كده تمام؟ كان مطلوب ان انت تعمل ديزاين على اف سي يو معينه مثلا 250 كيلو او 300 كيلو على السنتر. مش انت بتروح تعمل ديزاين ميكس وتعمل الكونكريت اللي يقدر اللي يديك السترينث ده، بعد كده بتيجي في مشروع تاني
بتروح بقى في الموقع بتعمل الخلطه في محطه خلط وتيجي تصبها، ولازم تعمل اختبارات تاني ايه عشان تتاكد ان انت عملت اللي هو اتعمل في الموقع في المعمل. نفس الكلام ده هنعمله هنا دلوقتي، تمام؟ فدلوقتي احنا لما بناخد العينه بناخدها من على الطبقه السيرفيس اللي فوق خالص، ولا انا بنزل طبقات زي ما بعمل في يا باشمهندس لسه، بس في الموقع لسه هنتكلم فيه، احنا ما رحناش الموقع لسه. دلوقتي انا بتكلم عينه تجربه في المعمل، ماشي؟ فخلينا ايه واحده واحده نفهم دي الاول، ازاي بنقدر نعمل تجربه في المعمل، ازاي بنقدر لو انتوا فهمتوا دي نبتدي نتكلم في الموضوع التاني، تمام؟ يعني دلوقتي احنا نرجع تاني بسرعه كده، بيبقى عندنا مولد حجمه معروف بندمجه على طبقات، بنقدر نجيب وزن العينه اللي جوه. وانس جبنا وزن العينه بنقدر نجيب منها بنقسمه على حجم العينه اللي هو معروف عندي، تمام؟ انا جبت وزن السويل، تمام، اللي هو بالك ويت اوف سويل على الستاندرد فوليوم، بقدر اجيب الايه اللي هي جاما بالك، تمام. قلنا بناخد عينه من التربه، عينه صغيره بنقدر نحسب لها الووتر كونتنت، فبيبقى لكل نقطه عندي من الجاما بالك بيبقى عندي الووتر كونتنت، بحدد لها الجاما دراي، تمام، اللي هي بتساوي الجاما بالك زي ما قلنا من المحاضره اللي فاتت، ما انساش المعادله دي ابدا، اللي هي 1 زائد الووتر كونتنت، تمام، ماشي. تفاصيل التجربه عندكم، هننزل لكم فيلم، اللي عايز او انترستد ان هو يشوف المولد ويشوف الهامر ممكن مع التنسيق مع المعيدين هيروح المعمل في اوقات معينه، اللي عايز حتى يشوف تجربه ممكن ينسق مع المعمل، ويبقى في وقت ما بيعملوا تجربه ممكن يستدعوه، يعني اللي يحب. واحنا كده كده هنبعت لكم فيلم تسجيلي للموضوع ده كله، تمام. يبقى احنا هنا دلوقتي بالنسبه للبروكتو تيست ده اللي يهمني دلوقتي ان انتم فهمتوه، تمام، ان احنا بنجيب الجاما بارك، بعد كده بنجيب الجاما دراي، وبعد كده بنريبيت الكلام ده كله عشان نقدر نرسم الكومباكشن كيرف ومع الزيرو اير فويد كيرف. زي ما قلنا الزيرو اير فويد كيرف لازم بنرسمه، يبقى كل اللي احنا عايزينه ناخد من العينه الجي اس بتاعنا، تمام يا جماعه. بالتالي بنقدر نرسم الكيرف اللي عندنا ده، تمام. دي هنا مسألة، تمام، ازاي بنرسمها، ودي الحسابات بتاعتها. الموضوع سهل جدا زي ما قلنا، في اول حاجة ده بيطلع لي من البيزك من العينة، وزن العينة كام جرام، لما دمجتها عند ووتر كونتنت 7.7 مثلا. باجي هنا طبعا لازم نعمل جدول عشان عندنا نقط، مثلا دي نقطة 1 2 3 and so on لغاية نقطة 6، تمام. فباجي بجيب الوزن، تمام، انا بعيد تاني يعني الويت دينستي، بقسم الوزن ده على يعني لو معاكم آلة حاسبة 1700 او 1739 على 950 اللي هو حجم العينة، هنلاقي ان هي بتطلع 1.83، تمام. طب لو انا ال 1.83 دي قسمتها على 1+0.077 اللي هي 1 زائد ووتر كونتنت اللي هي هتبقى، خلي بالكم مش 1.77 لان دي غلطه كتير في المسائل، بتبقى 1.077، 7% بتبقى بالشكل ده، ماشي يا جماعه؟ اوكي. بعد كده بنجيب الدراي دنسي زي ما قلنا، اللي هي بالمعادله دي جاما دراي بتساوي جاما بالك على 1 زائد ووتر كونتنت، جبنا جاما دراي زي ما اتكلمنا من شويه ازاي اجيبها بالكيلو نيوتن، لان ممكن في الامتحان او في المسائل او في السبيسيفيكيشن بتاعت المشروع يقول لك احنا عايزين نشتغل بالكيلو نيوتن مش بالجرام، ازاي تحولها، وانا شرحت لكم في اول المحاضره ازاي الريشيو اللي هي 9.81، يبقى اضرب ال 1.7 دي عشان اجيبها بالنيوتن 9.8، ما اضربهاش في 10 يعني ما هي 17 هي 16.7. الكلام ده قبل كده احنا كنا بنضرب في 10، انا دايما بضرب في 10، تمام، ما بوجعش دماغي، ولكن هنا بعد كده احنا بنتكلم في ماس، فانت بتتكلم في 100,000 متر مكعب، 200,000 متر مكعب، مليون متر مكعب، تمام. يعني انا عندي مشروع
دلوقتي في بنردم بالظبط 29 وشويه مليون متر مكعب. لو انت عملت قلت بدل دراي دينستي 1.7 بقت 17 او 17 تمام، هتلاقي ان انت عندك في الاخر نص مليون متر مكعب مختفيين، ممكن يبقى فيه اتهام حتى بالسرقه فيهم يعني. تمام، فالريشيو دي مهمه جدا في الكومباكشن ستاديز، ان انت حتى ما ينفعش تحط 1 ده بس مجرد اكاديميك اكزامبل، لكن انت في الحقيقه لازم تبقى مستخدم 2 3 ديجيتس. فعشان كده زي ما هنتفق مع بعض في الامتحان يا جماعه في الكومباكشن يو نيد ات ليست 2 3 ديسمال ديجيتس موجودين عندك، ما ينفعش تحط لي ديجيت واحده زي ما شايفين هنا كده. ليه؟ لان انت لما تيجي تحسب كميات ل 1000 متر مكعب او 100000 متر مكعب او مليون متر مكعب بتلاقي ان الفرق ده فلوس كتير موجوده عندك. تمام؟ طبعا احنا اتكلمنا ازاي نحسب الساتوريشن كيرف، فده ما فيش عندنا ايه مشكله فيه، فده شرحناه المره اللي فاتت. تمام؟ طيب قبل ما تبتدي تشتغل زي ما احنا عارفين وعشان تسهل عمليه الشغل بتاعك بتبقى لازم تبقى عارف نوعيه السويل، واتكلمنا عليها المره اللي فاتت السويل كلاسيفيكيشن. تمام؟ ونوعيه السويل اللي عندك وايه الاكسبكتد ماكسيمم دينستيز اللي انت هتوصل لها وايه الاكسبكتد اوبتيمم مويتشر كونتنت. تمام؟ يبقى انت بتبقى قبل ما تبتدي تشتغل بنبقى عارفين تقريبا الرينج بتاعنا عشان ما تروحش تجيب فاليو كبيره جدا او قليله جدا. اتفضل يا عم دكتور. معلش هو بس السويل دي او التجربه اللي فاتت دي هتجيب لي نقطه واحده بس على الساتوريشن كيرف؟ وده اللي احنا قلناه يا باشمهندس. اه كده اوكي. يعني المفروض يبقى معايا كذا سويل بقى، يعني كذا عينه سويل عشان اقدر لا بص سؤال كويس. بص يا سيدي، هو في الطبيعي السويل بتاعتنا اللي في مصر مثلا تمام، طالما البارتكلز ما بتتاثرش بالهامر تمام، انت بتاخد نفس العينه بتزود لها، يعني بتاخد العينه اللي انت عملتها دي كلها بعد ما بتخلصها انت بتاخد المولد ده ترجعه تاني في مع التربه اللي قبل كده تمام، وبتزود لها نسبه الميه وبتخلطها تاني وكويس، وبعدين تبتدي تعمل التجربه تاني. تمام؟ الا لو كانت البارتكلز عندك كراشبل، يعني البارتكلز لو بتتاثر بالهامر وبيحصل لها كراشنج تمام، واحنا بنبقى عارفين انواع التربه بالذات اللي هي الكالكيريس ماتيريال او اللي هي لها اوريجن من الكربونات تمام، دي بتبقى حبوبات هشه وممكن يحصل لها ايه تكسير تحت تاثير الهامر، وبالتالي العينه اللي انا خدتها دي اللي هي دخلت جوه البروكتور باخدها ارميها، بس بيفضل الباقي، الباقي بزود عليه وبشتغل تاني. تمام؟ يبقى طبعا انا اتفضل اتفضل. العينه دي انا بحط فيها مثلا ووتر كونتنت اللي هو 8%، ال 8% دي هي اللي توصل التربه دي لساتيوريشن 100% واحسب لها الجاما دراي بتاعتها، صح كده يا دكتور؟ لا مش صح. بص يا سيدي تاني صح. انت لو انت عندك، احنا دلوقتي عندنا العينه معروف لها وزن ماشي، انت بتيجي مثلا ب 5 كيلو تمام، 5 كيلو هنفترض ان ال 5 كيلو دول دبليو اس اوكي، يعني ترمينولوجي دبليو فيها شويه ساتوريشن بس هنفترض ان هي او فيها شويه ووتر كونتنت بس هنفترض انها دبليو اس دراي اوكي تمام. لو انا قلت لك انا عايز الميه اللي تديني ووتر كونتنت، ووتر كونتنت بيساوي 1% تقدر تحسبه؟ 5 جرام 5 جرام 50 جرام 50 جرام صح 50 جرام. يبقى انت دلوقتي كل لما عايز تزود التربه، يعني انت لو انت عايز مثلا توصلها ل 8% يبقى 8 في 50 بكام؟ ب 400 جرام. يبقى انت هتيجي على طول هتملى 400 جرام، بالتالي دي سهله يعني اللي هي 400 سنتيمتر مكعب، واخد بالك؟ يعني اللتر فيه 1000 مللي، تجيب 400 مللي او زي ازازه الحاجه الساقعه او الكانز اقرا مكتوب عليها كام؟ تلاقيها 300 وحاجه
خد ال 300 دول املاها وحطهم على الخمسه كيلو دول، يبقى انت وصلت للسبعه. طب انا عايز انط من السبعه بعد كده لل 12، يعني في 5%. هجيب بقى 250 تاني مللي جرام ميه او 250 سنتيمتر مكعب ميه او ربع لتر بالظبط، واضيفهم على العينه عندي. بقت العينه عندها كام؟ 12%. تمام؟ عايز اوصل من 12 ل 14 يبقى 2%. يبقى اروح تاني احط 100 جرام تاني وادمك العينه كويس، وبعدين اعمل الاختبار تاني and so on. واضحه؟ ده دكتور يخليني اعمل التجربه اللي فوق اللي حضرتك بتشرحها دلوقتي، لكن بالنسبه للساتوريشن لاين انا كده 8% دي ما وصلتش العينه. الساتوريشن لاين ده يا باشمهندس برضه ده سؤال كويس. الساتوريشن لاين ده ثيوريتيكال لاين، ملوش علاقه بالتجربه، ملوش علاقه بالسويل. كل اللي انا عايزه من السويل ان انا اعرف الجي اس بتاعتها. سؤال كويس، انا فهمتك كده. تمام. بعد كده انت بتبتدي بقى تحدد نقط مثلا 8 10 12 14 وتبتدي تحسب لهم الجاما درايف بتاعتهم. تمام. ملهاش علاقه خالص باللي فوق ده. ساتوريشن كيرف ثيوريتيكال يا باشمهندس. تمام. انت المره اللي فاتت قلت الساتوريشن كيرف ده بيبقى التربه بتمثل في نقطه واحده بس، يعني في تربه الووتر كونتنت بتاعها لما وصل 8% وصلت العينه ان الساتوريشن بتاعها يبقى 100%، فطلعت اللي هي الجاما درايف. لا لا انا ما قلتش الكلام ده خالص. امتى قلت ده؟ المحاضرة متسجلة. لا لا ممكن النقطة أفضل. النقطة انت بتجيب لي نقطة على الكيرف هنا. تمام. انا سيرة الساتوريشن كيرف ده ساتوريشن اللي هي النقط المثلثة او مربعة، ده الساتوريشن كيرف. تمام. واحنا اتفقنا يا جماعة في الكومباكشن ان انا عمري ما هوصل لساتوريشن. تمام. انا عمري ما هوصل لاي ساتوريشن. تمام. العينات كلها بارشي ساتوريت، حتى في النهاية هنا لما ببقى عندي 25 او 30% ما زلت بارشل ساتوريتد. اي didnt reach اي didnt touch الساتوريشن كيرف. تمام. اللي انا بحددهم النقط المدوره، بحدد نقطه هنا نقطه هنا نقطه هنا نقطه هنا and so on. ماشي يا باشمهندس؟ واضحه؟ تمام. الساتوريشن كيرف تاني ده ثيوريتيكال كيرفز بحسبها بدلاله الجي اس. ذاتس ات. برسمها ازاي؟ بحط نقط، بختار نقط معينه اثنين، مش لازم نفس النقط اللي فوق. يعني انا هنا دي بتبقى مشكله عندكم برضو في الامتحان، هنا مثلا 7.7 11.5، مش لازم تاخد 11.5، خد 12، خد 13، خد 13.5. انت بتختار certain number of curve of water content وبتحسب لهم الايكويفالنت saturation curve value. تمام. وبالتالي بتقدر ترسم النقط دي. تمام. يفضل ان انت بتبتدي ب 12% لان انت لو حطيت 10 بتلاقي ان الفاليوز دي عاليه جدا وما بتقدرش ترسمها في الكيرف، فانت ابتدي مثلا ب 12 او 14. تمام. لما تيجي ترسم الساتوريشن كيرف. ماشي يا جماعه؟ عندي مهم انا احط ارقام في المعادله دي وارسم، صح كده يا دكتور؟ تاخد الجي اس اللي جاي لي في المساله وبقعد افرض ارقام في المعادله اللي حضرتك كنت كاتبها دلوقتي دي وبرسم بيها طبعاً. ماشي. هي المعادلة عبارة عن ايه؟ هي فيها جي اس ووتر كونتنت، ما فيش فيها حاجة تانية. طبعا الديجري في ساتوريشن لو 100% او 80% بتغير دي. تمام. بعد كده الجي اس ثابتة للتربة وللكيرف الواحد الديجري في ساتوريشن ثابتة، اللي بيتغير بس بقى عندك علاقة ما بين الووتر كونتنت تمام والجاما درام. حافظ المعادلة دي، تبتدي تعوض بووتر كونتنت 12 16 20 24. تمام. تجيب الجاما درايف ترسم الكيرف. انتهينا. عايزين ال 80% نفس المعادله بس تحط بدل الاس ار بواحد تحطها بوينت 8، تعوض في المعادله تجيب النقط ترسمها. ده ثيوريتيكال، ده ملوش دعوه بالتربه. الكيرف ده ثابت لاي تربه الجي اس بتاعتها 2.6 مثلا او 2.7 اللي انا مستخدمها في في التجربه. تمام. في مهندس تاني رفع ايده. خلاص ماشي كده. كمان كده احنا خلصنا ال يعني خلصنا تقريبا خلاص الكومباكشن. تمام. اللي باقي بقى كله ايه؟ كلام نظري ظريف كده. زي ما قلنا انت دايما قبل ما تبتدي تشتغل في اي مشروع بتبقى ممكن مطلوب منك كده يقول لك في الموقع، طب يا باشمهندس الايه؟ التربه اللي عندنا دي
هتجيب كام تقريبا ماكسيمم دراي دينستي، تمام؟ او الموقع بتاعك سمعت. بتاعك. اتفضل، في سؤال هو تاني؟ بعد ما حددت الجامد دراي ماكسيمم يعني استفدت بالرقم ده في ايه ولا مين اللي بيسأل؟ حضرتك؟ هو دلوقتي بعد تحديد الجامد دراي ماكسيمم، بص يا باشمهندس، احنا لسه بنقول بنجيب الماكسيمم دراي دينستي دي خاصيه للتربه، احنا ده بقى التارجت بتاعنا بعد كده. انا لسه هتكلم في الموضوع ده، انا اتكلمت فيه في اول سلايد في المحاضره، تمام؟ قلنا احنا عشان نقيم الكومباكشن بتاعنا، تمام، قلنا بنقيم بايه؟ في عندنا خمس انواع من او ثلاث انواع من التقييمات، يا اما بنتكلم في الفويد ريشيو، يا اما ريلاتيف دينستي، يا اما الريلاتيف كومباكشن. والريلاتيف كومباكشن زي ما هنتكلم دلوقتي هي الجاما دراي على الماكسيمم دراي دينستي. يبقى الماكسيمم دراي دينستي اللي بجيبها من البروكتور تيست بقت اصبحت الستاندرد بتاعي، او ده الديتوم اللي انا بقيس عليه اي كومباكشن في الموقع. ماشي، اعتقد كده بقت واضحه. يبقى انا دلوقتي بقول ان العينه دي مع الكومباكشن ايفورت ده بتوصل لاحسن ماكسيمم دراي دينستي بقيمته بالشكل ده، العينه دي كده، العينه دي كده، العينه دي كده، اند سو اون. يبقى انا دلوقتي لما ابتدي بقى اشتغل في الموقع بقى عندي ليفل، بقى عندي سوري ديتا، بقى عندي ستاندرد فاليو، هي دي اللي انا ببص عليها، دي اللي انا تارجتنج ان انا او تارجت فاليو ليت سي، اللي هي اللي انا عايز ان انا يبقى عندي فيها او اوصل ليها، تمام؟ ماشي. برضو ارجع تاني زي الخرسانه يا جماعه، انت لما بتبقى نازل الموقع وجايب عينات وبتصب عينات، انت بيبقى عندك الديزاين بتاعك الاف سي يو، الديزاين سترينث بتاع الكونكريت اللي عندك، هل هو 350 هو 300، ده اللي في دماغك. وكل العربيات اللي جايه انت عايز تحقق انها تعدي 350، لو ما عدتش تبقى نصيبه سودا، صح ولا لا؟ لو انت صبيت عمدان ورحت لقيت ان السترينث بتاعها 250، تمام؟ ففي تارجت فاليو انت في دماغك او هي الديزاين اتعمل عليه. نفس الكلام احنا لما بنعمل ديزاين لفاونديشن بنقول والله احنا هندمج السويل بماكسيمم دراي دينستي او 90% او 95 او 98% من ماكسيمم دراي دينستي، وبناء عليه السترينث بتاع السويل ده هيبقى كذا، البيرنج كاباسيتي بتاعتها هتبقى كذا. ما حققتوش يبقى انت التربه القاعده اللي عندك هيحصل فيها مشاكل، او المبنى اللي انت هتتاسس عليه او هتحطه على التربه دي هيحصل له مشاكل، تمام؟ طيب دلوقتي نرجع بقى تاني، بنقول ان احنا طيب احنا دلوقتي خلاص جبنا العينه دي من الموقع ومن المعمل اسف، ودلوقتي داخلين على الموقع، ازاي بنعمل دمك للعينات دي؟ اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده بسرعه المحاضره اللي فاتت، وقلنا ان احنا بيبقى عندنا ديفرنت اكويبمنت. لو بنشتغل في الكوهيجن للسويل بيبقى عندنا فايبريتوري رولر بالشكل ده، تمام، واتكلمنا عليه، تمام. بنحط لايرز عن طريق جريدر اللي موجود ورا ده، بنفردها، وبيجي الكومباكتور طبعا بعد ما نرشها بنسبه ميه معينه، زي ما انتم شايفين الارض مبلوله هنا اهي، تمام، او مدموكه هنا او مبلوله ومعمول منها ميكس موجود هنا على الجنب، بيبتدي الجريدر ده يفرده طبقات 30 سنتي او 20 سنتي او وات ايفر، وبيجي الكومباكتور يمشي عدد معين من المرات عشان نوصل لنفس الانرجي اللي احنا بنتوقع ان نجيب لها الماكسيمم دراي دينستي بتاعي. طب لو احنا في حته مزنوقه بنستخدم ما بيسمى بالفايبريتوري بليدز، تمام، والفايبريتوري بليد ده هاند هيلد اكويبمنت صغيره بنستخدمها، بس طبعا يبقى احنا عندنا هنا اللاير اللي هنشتغل بيها بتبقى اقل بكتير من حاله زي ده. الكومباكتور ده بيبتدي يمكن ساعات من 1 طن، حاجه صغيره جدا، وبرده بيبقى بالايد بيتزق، لغايه ممكن يوصل ل 15 و20 ويمكن و25 طن، تمام. يبقى الكذا اللي موجود في الطبيعه اللي انتم بتشوفوه كتير ده اللي موجود ده بيبقى حوالي 10 طن ل 15 طن، ده الرينج اللي بيبقى المعقول اللي موجود تقدر تلاقيه بسهوله يعني.
لكن في مواقع معينه او كده ممكن نوصل ل 25 طن، في بعض المواقع ممكن بتلاقي بتاع صغير كده 1 أو 2 طن. الطن ده ساعات بيبقى بيتزق بالايد كمان. ماشي يا جماعه. بنوصل لغايه في الاخر خالص للفايبريتور بليت، وزي ما احنا شايفين حجمه بيقدر اي واحد يستخدمه، وبيبقى ده لو احنا بنعمل رصيف او حته مزنوقه او كده بنقدر نشتغل بيه، بحيث ان دايما الكومباكتد لير ما بتزيدش في الحاله دي عن 10 سم. ماشي يا جماعه. طيب قلنا لو في حاله الكلاي بيبقى عندنا اللي هو الشيب فوت ايه كونديشن، تمام. وده بنستخدمه بشكل في طبقات الكلاي زي ما احنا شايفين هنا. طيب مش موجود في مصر، ان احنا في الغالب ما بندمجش بالكلاي ابدا الا لو بنشتغل في ايرث دامز، وده موضوع انتم مش هتشوفوه يعني الا نادرا. طيب بنبتدي هنا، لو انت عندك في حته صغيره بتعمل ترنش او كده وعندك برضو كلاي، تمام، برضو الموضوع ده مش عندنا كتير، بنستخدم الايه التامبرز، والتامبرز دي مختلفه عن الفايبريتوري بليت الى حد ما، وان كانت برضو ممكن تنفع تشتغل عندنا، بس دي مختلفه لانها دي بتتهز فوق لتحت، ودي بتبقى فيها فايبريشن يمين وشمال، فدي كومبليتلي ديفرنت فينومينا او ديفرنت بيهيفير، وبتدي بتدي ديفرنت بيرفورمانس. ففي فايبريتور بليتس وفي تامبرز لو بنشتغل في اماكن ضيقه. طبعا الشيب فودز لها اشكال مختلفه على حسب نوعيه الكلي وحسب اللايرز اللي بندمجها. في برضو ممكن بتجرها بتتجر بالشكل ده، تمام، لو احنا عندنا مشكله في المكان، تمام. طبعا هنا بقى الكلام ده هسيبه لكم تقروه يعني، بس الخلاصه طبعا ان احنا الشيب فوتر دايما بنشتغل في الرينج بتاع 150 مللي، ده مهم جدا. التايرد رولر ما بتزيدش عن 250. بالنسبه لل الويل رو سمول رولر برضه بنتكلم 200 ل 300، تمام. الفايبريتوري كومباكتور بنوصل 200 ل 250، تمام. اللي هم التامبرز والرامرز الصغيرين دول بنتكلم من 100 ل 150، ودي عدد الكفرز اللي احنا ايه الباصز اللي بنمشي بيها على ال يعني مش مره او اثنين او ثلاثه، ساعات بنوصل لسته او سبعه او ثمانيه على حسب الموقع او نوع السويل اللي عندنا، تمام يا جماعه. اللي عايز اوصل له تاني في الكلام ده كله ان احنا ما بنزيدش عن 300 مللي، ده اللي يهمك، وفي بعض الاحيان حتى ما بنزيدش عن 100 مللي. ليه؟ لان في مقاولين بيستعبطوا في الغالب، بيدعي دايما يقول لك لا ده الارض دي سيلف كومباكتد، طب انا هستخدم 50 سم يا باشمهندس بدل 30، طب نخليها 40 بدل 20، وهجيب لك وعلى رقبتي والكلام ده كله، الكلام ده كله ما بينفعش، تمام. ولو هتدمج طبقات كبيره سر ان انت تنزل تقيس الكومباكشن على البوتوم بتاع اللاير مش التوب بتاع اللاير. ما هو انت لو عندك متر زي 10 وهتدمج من فوق، تمام، الارض هتبقى فوق زي الحديد، لكن بعد 20 سم او 30 سم هي ما زالت ايه لوز كونديشن، تمام. فده اللي يهمني ان انت تعرفه. طبعا انت ممكن تقرا الكلام ده كله، ولكن اللي يهمني هو الرينج بتاع ان كل واحد ينفع لايه، وايه السمك بتاع العينه بتاعه، وعدد الكفرج اللي انت ممكن تتوقعه. ده توقع، لكن في الاخر الموقع بيقول حاجه ثانيه، لكن في الغالب ما بيزيدش عن الكلام ده، او يعني ما بيتغيرش كتير. يعني السته ممكن تلاقي ان انت ممكن تعملهم بخمسه في المعمل في الموقع، ممكن يبقوا سبعه، ممكن يبقوا اربعه، على حسب انت بتجيب الوزن بتاع خلي بالك هم مش حاطين هنا وزن الكومباكتور او الفايبريشن، تمام. فطبعا كل واحد منهم بيقدر يديك كميه اكتر، تمام. اللي هو الكرولر تراكتور ده من الخبره يعني اللي هو الشكل ده، ما انه ده مش اكويب ما هوش كومباكتور او كومباكشن اكويبمنت، يعني هو ده كرولر بيستخدم لان انت الطول ده بيدي كومباكشن، وده غريب جدا، بيدي كومباكشن افضل بكتير من الكومباكتورز النورمال كومباكتور. فانت لو عندك المعده دي موجوده في الموقع ويعني حصل ان هي بتمشي رايحه جايه في الموقع، هي بتدي كومباكشن اكتر او افضل كتير من
الكومباكتورز، ولكن هي ليست معده ستاندرد للكومباكشن. انا بس بقول لك لان انت برضو في بعض الاماكن ممكن تبقى مزنوق، فممكن تشغل المعده دي انها تعمل لك كومباكشن وبتدي نتائج افضل بكتير جدا من الكومباكتورز، بس هي مش معده للموضوع ده او مش ده التخصص بتاعها. ماشي يا جماعه؟ يبقى احنا كده وصلنا لغايه ايه دلوقتي عشان برضو انتوا تبقوا معايا. فهمنا يعني ايه كومباكشن، ليه بنعمل كومباكشن، طيب ازاي بنحدد الخواص بتاعت السويل من terms of compaction اللي هو الكومباكشن كيرف، ازاي بنحدد الماكسيمم دراي دينستي التربه، طيب ازاي بنضمك التربه في الموقع، خلاص عرفناه. فاضل بقى الحاجه الوحيده الثانيه الاخيره، طيب ازاي بقى احدد الليفل اوف كومباكشن اللي انا عملته في الموقع. احنا كنا لسه بنقول اهو ان انت في طبقات في نمبر اوف باسز او كفرج، طب هل انا هستخدم لو استخدمت 2 كافي، لو استخدمت 3 كافي، هستخدم 6، طب لو عديت 8، لو شغلت الفايبريشن ولا ما شغلتش الفايبريشن. الكلام ده كله بنجاوب عليه باخر حاجه بقى، هاو يو كنترول ومونيتور الليفل اوف كومباكشن في الفيلد. تمام؟ ماشي. ودي اخر حاجه تقريبا عندنا، ازاي اقدر احدد الكومباكشن ليفل، ازاي اعمل كنترول للكومباكشن. بنقول يا جماعه ان انت لازم بعد ما بتدمج لاير معينه في الموقع، اللاير دي لازم انت بتروح وتعمل لها اختبار كل لاير. تمام؟ يبقى احنا هنا دلوقتي انت مثلا عايز تدمج 4 متر، احنا قلنا تقريبا كل بنتكلم في ربع متر، يبقى انت هتعمل 16 لاير. فانت بتيجي تعمل كده ورقه كده او جدول بتقول والله الموقع بتاعي ده فيه 16 لاير، كل لاير مساحتها مثلا 400 متر، انا بعمل كل 50 متر مربع بعمل تجربه او اختبار او بعمل تشيك. يبقى انا عندي الجدول النهارده، انا بدمجت اللاير دي 400 كل 50، يعني عندي 8 نقط تو تشيك ات افري داي. تمام؟ الثمان نقط دول هختبرهم ازاي؟ في عندنا اربع انواع معروفين لاختبار الدينستي، سويل دينستي ان ذا فيلد. تمام؟ اول واحد واشهر واحد واكتر واحد هتشوفه هو الساند كون. تاني واحد في الاستخدام هو البالون ابريتوس، يعني او جهاز البالون الحجمي. ثالث واحد يعني ده مش موجود عندنا، ده الشيلد تيوب، ده غالب في الغالب لو بتشتغل في كلاي سويل مش في السويل اللي احنا في مصر. تمام؟ ان انت تاخد كور وتقدر تجيب حجمه وبالتالي تقدر تجيب ايه الدينستي بتاعه. في حاجه متطوره اكتر اللي هو النيوكلير جيج، ان انا بستخدم حاجه تعتمد على النيوكلير ايميشن، وده طبعا بيبقى خطر وبيبقى عايز تصريح امني والكلام ده كله، ولكن هو تكنيك سريع ومفضل في بعض المشاريع لانه بيديك القيمه دايركتلي وانت واقف. الساند كون لازم زي ما هنشوف بعد شويه لازم نقعد ايه يوم تقريبا عشان نقدر نطلع النتيجه. وبالتالي انت لما بتدمج سويل او لاير بتبقى مستني النتيجه، تقول لازم تقعد يوم علشان او اتنين علشان تجي لك النتائج عشان تبتدي تدمج اللاير اللي بعدها. ماشي؟ نبتدي كده واحد واحد. خلينا نبتدي بالبالون اسهل. تمام؟ تمام؟ الساند كون طبعا هنقعد نزعل من بعض، فخلينا ايه في البالون الرابر. تمام؟ هل في اسئله لغايه دلوقتي؟ انا شايف عمرو رافع ايده. عمرو هل انت بتسال؟ خلاص تمام. طيب دلوقتي احنا عندنا لاير هنا موجوده اهي، اللاير دي موجوده كده. تمام؟ انا عايز اعرف كل اللي انا بدور عليه هنا الجاما دراي. كل اللي هنعمله من دلوقتي للاخر هو ان انا ازاي احدد الدراي دينستي في العينه. ليه؟ عشان اعمل لها ريليشن مع الماكسيموم دراي دينستي، اقول ان انا وصلت الماكسيموم دراي دينستي او لا، وقد ايه لو انا ما وصلتش قد ايه.
تمام، عشان احدد ما بيسمى زي ما هنشوف دلوقتي او زي ما قلنا قبل كده الريليتيف كومباكشن فاليو. تمام، يبقى انا ده كل ده اللي انا بعمله النهارده او هعمله دلوقتي ان انا اجيب الجاما دراي زي ما قلنا. تمام، طيب اجيب ازاي الجاما دراي دي؟ الجاما دراي يا جماعه عشان نسهل الموضوع هي نزاله دبليو اس على في توتال. لو انا عرفت اجيب دي وعرفت اجيب دي تمام، يبقى اقدر اجيب الايه؟ الجاما دراي لاي ايه؟ عينه. ماشي؟ يبقى انا دلوقتي عندي تو تيرمز هم دول اللي بيعملوا مشكله، اجيب ازاي الفوليوم واجيب ازاي دبليو اس. دبليو اس امرها سهل قوي. ليه؟ لو انا خدت عينه، العينه مثلا لو انا عملت حفره زي ما انتم شايفين هنا كده، خدت حفره دي تمام، وخدت الحفره وخدت الوزن اللي جوه ده تمام، ورحت وزنته تمام، وحطيته في الفرن لغايه لما بقى دراي ووزنته، جبت ال دبليو اس. مظبوط؟ حد عنده مشكله في كده؟ يبقى انا لو جبت العينه دي كلها، كل العينه دي وخدتها تمام وحطيتها في الفرن كلها لغايه لما نشفت تماما، لغايه ما بقت الووتر كونتنت بتاعها بزيرو، وقمت وازنها، هو ده ال دبليو اس، ده الويت اوف سوليد. صح؟ لو حد معترض يرفع ايده او مش قادر يدرك الموضوع ده. تمام، فيبقى ال دبليو اس دي امرها سهل وخلاص جبناه. تمام، طيب الفي توتال بقى هي المعضله كلها، ان انا دلوقتي عملت حفره في الارض ازاي اجيب حجمها. المعضلة كلها ازاي اجيب حجم عشوائي، شكل عشوائي انا عملته في لاير في الموقع واقدر اجيب الفوليوم. الفوليوم ما كانش مشكلة في لما كنا بنشتغل في في المعمل بالكومباكت بالبروكتور تيست او البروكتور مولد. ليه؟ لان المولد ده حجمه ستاندرد معروف اللي هو 950 940 الف حسب ما موجود عندي في الموقع، بيبقى مكتوب عليه كمان. يعني انت لو بصيت على المولد من الخارج بتلاقي ان الستاندرد فوليوم بتاعه موجود اصلا، فما عنديش مشكله. المشكله بقى لما بنيجي في الموقع ال WS مش مشكله، انما الفوليوم بتاع العينه هو المشكله. فالحل عندنا ان احنا بنجيب جهاز اللي هو البالون. الجهاز ده بيبقى جاي مقفول بالشكل ده، نسبه الميه فيه عاليه لغايه زيرو، موجود هنا مدرج بزيرو مليان، وكل ما بينزل القيمه بتزيد لغايه 500 مثلا سنتيمتر او 600 سنتيمتر حسب التدريج او حسب نوع البالون اللي عندك. تمام؟ سوري 5000. تمام؟ فبالتالي التدرج ده موجود والميه عندي بتقول ان هو السويل بزيرو. تمام؟ بقوم عامل ايه؟ باجي بقوم حاطط العينه هنا وفي بيبقى بليت. تمام؟ بعد ما احفر العينه طبعا بحط الجهاز وبالبليت بتاعه، وبعدين اول اوف سادن بقوم شايل البليت اللي عندي من تحت العينه من تحت الجهاز، فبتقوم البالونه وده بيبقى فيها ممبرين. الممبرين ده بينزل فيري فليكسبل ممبرين، بينزل بيملى زي البالونه بالظبط، بيملى الحفره اللي عندي. تمام، يبقى لما اتملت هنا ده فوليوم زياده حصل في الجهاز، فالدروب اللي بيحصل هنا تمام بيبقى هو ده الفي توتال اللي عندي. تمام، يبقى انا كده قدرت اجيب حجم العينه وحجم الحفره اللي عندي، الهول اللي انا حفرته. ماشي يا جماعه؟ واضح؟ طيب لو انا جبت الفوليوم وجبت الوزن لو قسمتهم على بعض يبقى جبت الايه؟ الجاما دراي. دكتور، هو الكلام ده كله بعد لما انا عملت كومباكشن وبعمل تشيك على ارقامي ولا ايه بالظبط؟ بالظبط، ده اللي بنقوله. تمام، انا خلاص عملت كومباكشن، ما احنا ده اللي وصلنا له قبل ما اتكلم. احنا وصلنا خلاص، احنا عملنا كومباكشن في الموقع. دلوقتي بقى انا عايز ابتدي اعمل كواليتي كنترول للكلام ده. تمام؟ تمام، سواء كان كواليتي كنترول او كواليتي اشورنس. ايه الفرق؟ الفرق مثلا دلوقتي انت جاي من موقع جديد يا باشمهندس، ماشي، ومعاك المعدات بتاعتك ومعاك الرمل والارض وكل حاجه تمام. انت هتضمك، هتيجي تقول للمقاول هتضمك،
الجهاز انت خلاص جاي لك معده 10 طن، بتيجي تعمل ايه؟ بتيجي تقوم تقول والله انا من خبرتي كده البروكتور الكومباكتور ده محتاج ان هو يعدي على التربه دي ما بين 6 مرات لثمان مرات، او من 4 مرات لست مرات. طب امشي يا عم شغل البروكتور ده 4 مرات، بتقوم شغال بعد كده واخد ايه الجهاز ده عامل ايه اي سبيد درايفنج. طب امشي كمان مرتين 6 مرات وخد تاني عينه من مكان جنب المكان الاولاني، امشي يا جدع تاني ايه مرتين. ماشي كده انت اول يوم جيت في الموقع عملت 3 تجارب، دول بيسموهم كواليتي اشورنس. انت عايز تاتشور ان انت النمبر اوف تيست اللي انت او نمبر اوف باسز هي اللي هتديك الفاليديشن. رحت بعد كده شفت ولقيت ان انت ممكن توصل للستاندر او الريكويرمنت بتاعت السبيسيفيكيشن او مواصفات المشروع بعد ما تعدي 6 مرات. خلاص هتقول لي الموقع انت بعد كده يا معلم هتكمل هتعدي عشان تبقى ضامن ان انت هتعمل الكلام ده كله، هتعمل الباصات بتاعتك 7 مرات لكل ليل. يبقى انت كمهندس بتنزل المشرف معاك بيتاكد، وده من الكواليتي كنترول ان انت او برضه من الكواليتي اشورنس ان انت بتوصل للليفل اللي انت عايزه. لازم يعدي على كل لاير 7 مرات ولازم يبقى مشغل الايه الفايبريتور زي ما انت عملت التجربه الاولانيه. طيب عمل الكلام ده كله، ما ممكن الانسبكتور يبقى ينام شويه يبعد شويه بتاع، المهم يبقى انت لازم في الاخر تعمل ايه عدد اختبارات. هتلاقي في المواصفه عندك في المشروع بيقول لك ان كل نسبه معينه او اريا معينه من الموقع لازم يتعمل لها اختبار كثافه. تمام، هيقول لك مثلا دايما احنا بنعمل كل 50 متر مربع او كل 200 متر مربع مثلا او 250 متر مربع، 50 في 50 ده في الغالب اللي بنعمله، 40 في 40 تمام اللي هي 1600. فبتلاقي الرينج بتاعك من 1600 لتقريبا ل 2500 ل 3000 متر مربع، لكل 3000 متر مربع من الموقع لكل لاير لازم تعمل له اختبار، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي. ماشي، فيبقى ده الكواليتي اشورنس سلاش كواليتي كنترول بروسيجر اللي انت لازم تمشي عليها في اي موقع تشتغل فيه. تمام، يبقى احنا كده جبنا الدراي دينستي تمام وحددناها. يبقى احنا هنا خلاص كده بنبتدي بقى نعمل تقييم اللي هنشوفه بعد شويه اخر حاجه هنعمل. ايوه دكتور، هو الطبقه يعني طبقه 20 سنتي او 10 سنتي دي كافيه ان انا اقدر احكم على التربه دلوقتي ان هي كومباكتد تمام، ولا محتاج ان انا انزل لدبس اكبر؟ يعني هو مين قال لك ان دي 10 سنتي؟ هو الجهاز نفسه بيعمل دمك لغايه 200 ل 250 مللي، يعني تقريبا حوالي 25 سنتي. ايوه ده اللير الواحد. الجهاز اخره تقريبا كام؟ الجهاز ده انت بتتكلم على انهي جهاز؟ اللي هو الرابل بالون الجهاز اللي قدامي ده كل طبعا ده بيختلف من مكان لمكان، لكن هو في الغالب بيبقى اقصى حاجه 15 سم. كيف ان انا اقدر احكم على التربه يعني، ولا محتاج حاجه ادفانسد اكتر؟ هو ده سؤال جميل جدا وده اللي انا قلته لك. يعني ايه دلوقتي انت عندك، انا مثلا مره انا جيت كان المقاول دمك 6 طبقات مره واحده وما قالش، يعني لما انا جيت الموقع رحت الموقع لقيتهم دمكوا 6 طبقات، ضحك على المهندس اللي موجود اللي كان قلنا يعني، وهو كان اسمه جواهر حتى انا فاكر اسمه لغايه دلوقتي، وضحكوا عليه تمام ودمكوا 6 طبقات من غير ما يعمل اختبار. طيب انا قلت لهم دلوقتي انا عايز اختبر الطبقه اللي تحت دي نمره 1 وانت فوق هتعمل ايه؟ عادي جدا بتيجي تحفر. قلت له طب احفر لي بقى لغايه الليفل بتاع اول طبقه تمام، وانزل بالعامل بتاعك تمام، اعمل الاختبار في الحته دي. بعد ما خلصنا، او هو العكس بقى اللي انت بتعمله في الحقيقه، ان انت بتحفر اول مره بتعمل لغايه الليفل ده وبتعمل الاختبار بتاعتك حفره هنا، بتخلصها بتحفر تاني تمام، بتاخد حفره جديده هنا تعملها وتحفر بعد كده تاني تمام، وتاخد واحده تانية وبعدين تحفر للاخر وتاخد واحده تانية. يبقى في نفس اليوم ومعاك العمال يبتدي يتشوط لك لاير وتقيس اللي تحتها، يتشوط لك لاير وتقيس اللي بعدها من سوق. ايه المشكله؟ تمام، يبقى انت بتحدد الطبقه. طيب سؤال تاني، انا الساند كون بيجيب لي 15 وانا اللاير عملتها 35،
زي ما قلت لك. طب انا دلوقتي لو جيت عملت الاختبار هنا في المنطقه دي جميل جدا، لكن انا ايش ضمني المنطقه ده؟ سؤال حلو جدا. تعالى يا عمنا تمام، خلي المقاول يبشط لك اول 10 سم من فوق ويعمل الاختبار بتاعك تحت هنا. ماشي، سؤال حلو جدا. تمام، يبقى ده السؤال اللي انا قلته لكم في الاول، يمكن بس ما عملتش تفسير قوي. اضمن ان الليير كلها كومباكت، لما يجي مقاول يستعبط عليك تمام، او انتوا كمقاولين تستعبطوا على الناس، تيجي تقول انا هضمك ايه متر كامل مره واحده، ماشي، وكله تمام، وتعالى يا باشمهندس زي ما عملوا مع جواهر، اطبق ايه اختبر هنا، اوكي كل حاجه هتبقى تمام، لكن انت عندك متر ونص تمام، لا احفر تمام واعمل واحد في النص واحفر تاني واعمل واحد قرب الاخر، ماشي، فالموضوع في ايدينا يعني. ماشي يا باشمهندس، اوكي تمام. فبالتالي احنا دلوقتي قدرنا نحدد الوزن. نيجي بقى للشغلانه الخناقه الكبيره بقى، ان احنا عندنا جهاز تاني ساند كون. ساند كون بقى هو فكرته سهله جدا، بس هنتخانق مع بعض شويه، تركزوا ماشي. تاني هو فكرته بسيطه جدا، انا عايز اجيب في توتال وعايز اجيب دبليو اس. دبليو اس مش زي ما قلنا سوري، موضوع سهل جدا ومفيش مشكله، المشكله في حجم العينه. ما زلنا انا عندي مشكله ان انا اجيب حجم الهول دي في الماب، دي هي البيج ديليما او البروبلم اللي عندي. تمام، طيب الساند كون هو زي الميه، الميه الجهاز مجهز وفيه مؤشر وكل حاجه، لان احنا عارفين كثافه الميه ونقدر نحدد كل سنتيمتر مكعب من الميه هو وزنه جرام واحد، فمفيش مشكله. ف انما هنا دي بقى مشكله كبيره، فبنيجي جهاز اسمه الساند كون. ماشي، الساند كون بيبقى عندي عباره عن وعاء كبير فيه حوالي 5 كيلو من الرمل، رمل معاير قياسي تمام. الرمل ده ميزته حاجه واحده بس، ان الدراي دينستي يعني هو سيلف كومباكتد يا جماعه تمام، لان هو بيبقى الحبيبات بتاعته كلها نفس البارتكل، كلها بارتكلز سموث وكلها سيركولر تقريبا تمام، او يعني سوري بيسموها ايه نون انجلر بارتكلز تمام، وبالتالي بيبقى سهل دمكها، والكثافه بتاعتها معايره. يعني انا باجي بقدر اعرف الكثافه، لما بنزل في الموقع او في المعمل ببقى عارف الدينستي بتاعه الساند تمام. فده هنقول عليه كاليبريتد ساند اللي هو دبليو سي اس، هنا دبليو سي اس. فالكثافه بتاعه الساند الكاليبريتد ساند معروفه مقدما تمام، لان ده كاليبريتد ساند، ما بحطش اي ساند. المشكله ان في الموقع عندك بتلاقي ان الفني اللي جاي حاطط اي رمل جايبه من اي حته، الكلام ده طبعا غلط، هو لازم يبقى كاليبريتد ساند ولازم تتاكد من الموضوع ده تمام. طب نرجع تاني، خلاص يبقى احنا كده دلوقتي عرفنا احنا بنجيب جهاز، الجهاز ده معاير معروف وزن السويل اللي موجوده فيه، معروف الدينستي الاكسبكتد دينستي لما اصبه في الموقع او لما احطه في الموقع تمام يا جماعه. فباجي بحط برده نفس الكلام، الجهاز بحطه هنا في بليت تمام، وبقوم حاطط الجهاز، طبعا الرمل كله بيبقى موجود فوق تمام، وفي فالف هنا تمام. الفالف ده تمام، انا لما بحط الجهاز ما بيبقاش فيه لا رمل هنا ولا رمل هنا تمام، ببقى عملت الحفره تمام، وببتدي افتح الجهاز افتح الفالف، فيبتدي الرمل ينزل يملى الكون تمام، ويملى الحفره تمام. يبقى انا مليت دلوقتي الوزن اللي كان عندي كله وعارفه ال W اللي انا بادي بيها تمام، اتقسم ثلاثه بقى W 2 مثلا و W للكون و W للهول تمام. يبقى انا بقى الوزن اللي عندي اللي هو كان الاول التوتال W تمام اللي هو الدبليو، بقى اتحول لثلاث قيم
W 2 زائد W كون زائد W هول. تمام يا جماعه؟ طيب W 1 دي انا قايسه، ده انا جايب المعمل وحاطط فيه شكاره 5 كيلو سنة، خلاص ده بتبقى معروف. طيب انا خلصت العينه وقفلتها وخدت الجهاز الموقع او رجعت في الشكاره، بقدر اقيسه تاني لما ارجع المعمل، اقدر اجيب دبليو 2، دي امرها سهل. طيب فضل عندي الدبليو كون ودبليو هول. الدبليو كون، الكون ده جهاز معاير، الكون ده بيبقى جهاز معاير والفوليوم بتاعه معروف، الفوليوم بتاع الكون ده معروف. تمام؟ طيب الفوليوم انا عارف زي ما اتفقنا ان انا عارف الكثافه المعايره بتاعه الساند، الكاليبريتد ساند معروف. يعني كثافه الساند اللي هو الكاليبريتد ساند معروف، وعارف الفوليوم. تمام؟ يبقى انا عندي الفوليوم معروف بتاع الكون، وعندي الكثافه بتاعه الرمل. اقدر اجيب وزن الرمل في الكون ولا لا؟ يبقى الدبليو كون هتساوي الكثافه، سوري، هتساوي ال دبليو كون على الفي كون، هيساوي الكثافه اللي عندي اللي هي معروفه اللي هي الكالبريتد ساند. تمام؟ لو ضربت الفوليوم بتاع الكون اللي هو معروف في الدبليو اس في الجاما، هقدر اجيب الدبليو سي. يبقى الدبليو سي قدرت اجيبه اللي هي فوق دي. يفضل عندي ايه؟ وزن التربه، وزن الرمل المعاير اللي نزل في الهول. تمام؟ هو ده اللي بدور عليه. طب لو عرفته اقدر اجيب حجم الهول ولا لا؟ تاني، انا طالما عارف الكثافه بتاعت الكاليبريتد ساند وعرفت الوزن اللي نزل في الهول اللي هو دبليو هول، اقدر اجيب الايه؟ الفي هول. بقى موضوع سهل، لان الدبليو هول على الفي هول هي الكثافه. يبقى لو جبت الوزن دبليو هول، وزن العينه اللي في الهول على الكثافه الستاندرد بتاعت الساند، هقدر اجيب الفوليوم بتاع الهول اللي عندي. وانس ان جبت الفوليوم بتاع الهول، يبقى اقدر اجيب الكثافه بتاعت الجاما بالك بتاعت العينه اللي عندي. طبعا زعلانين، اللي زعلان قوي ممكن يرفع ايده او يسكت، ولا فهمتوا؟ اتفضل رفع، اتفضل. كيرلس رفع. تمام دكتور، وانا بس عايز اتاكد من الفكره بتاعت الساند كون هي نفس الفكره بتاعت البالون، يعني يعني بستخدم بس الجاما بتاعت الساند في ان انا اجيب ال W، في ان انا اجيب ال V بتاعت الحفرة اللي انا عاملها، بس باستخدام الجاما بتاعت الساند اللي انا اعرفها من الجهاز نفسه، صح كده؟ بالظبط. تمام شكرا. هي الفكره تاني، يعني الموضوع هو بسيط جدا. انا عايز اجيب زي ما قلت لكم، عايز اجيب العينه دي اجيب لها ال V هول، تمام؟ وعايز اجيب وزن العينه اللي انا خدته اكستراكتد من هنا. وزن العينه زي ما قلت لكم سهل جدا، ال دبليو اس دراي، لان انا باخد العينه دي كلها، لازم اخد العينه كلها اللي في الحفره كلها واحطها في الفرن، تمام؟ واوزن واعملها دراي، وبعد كده انا قلت هنا كلمه غلط بس خلينا نقولها كده الاول، وبنجيب الدبليو اس، وبعد كده بنبتدي بقى نعمل الشغلانه اللي احنا عملناها في الساند كون عشان اجيب الهول فوليوم واقسمهم على بعض، جبت الدراي دنسيتي. تمام؟ ماشي؟ بس البي هول بقى كلها عن طريق الكاليبريتد ويت وكاليبريتد دنسيتي، بقدر اضمن ان في دنسيتي معينه للرمل اللي نزل، تمام؟ وابتدي بعد كده اجيب وزن الرمل اللي وقع بس في الهول، وده سهل جدا ان انا اطرح منه الوزن ده والوزن ده من الوزن الاصلي، يبقى اقدر اجيب الوزن اللي في الهول، اقدر اجيب الفي هول. تمام؟
ماشي. طب في باشمهندس تاني عادل تقريبا، احمد قبيسي، اتفضل. طيب هو يا دكتور المفروض الوزن اللي هو فوق في اللي هو كان دبليو 2 ده المفروض احنا جبناه ازاي؟ لا لا انا مش سامع صوتك، معلش تاني. الويت اللي هو موجود فوق ده اللي هو كان دبليو 2 المفروض ده جبناه ازاي؟ لا ده سهل يا راجل، حرام عليك، ده سهل جدا. ما هو انت دلوقتي هو في العلبه اهو، لسه موجود في العلبه. بتعمل ايه؟ بتفرغ لما بتروح زي ما قلت لك، هو عشان يعني ما لخبطتوش، بتاخده بره وتوزنه. انا اقصد ماشي الطريقه اللي انا باخده بره ده مش ممكن يحرك الكون او حاجه ولا لا؟ لا خلاص، انت بتكون انت بتشيله خلاص، انت لما بتشيله بتقفل المحبس ده. بعد كده انت دلوقتي نزلت الرمل وكل حاجه سبتت خلاص، والبارتكلز كلها اتملت، بتقوم قافل المحبس ده تاني، ومشايل عينه بقى، شايل البتاع ده كله بالشويه اللي فيه، تمام؟ يعني هم ممكن ينفصلوا. بينفصل تاني، هو ده كله سهل. الراجل بيحطه، تمام؟ اول ما بيحطه في البتاع اهو، ودلوقتي هو كان بيرفعه زي ما انت شايف كده، اول ما بيرفعه الرمل بيطلع بره اهو، بس رفعه ويفضل معاه كميه هنا، بيروح يوزنهم، خلاص جاب دبليو 2. تمام كده، ماشي؟ تمام؟ فده الاختبار سهل جدا، تمام؟ هو بس بقى في نقطة تانية كده، خلاص سهل، ماشي؟ طب في سؤال مهندس تاني، عبد دكتور العزيز. معلش معلش. اتفضل. عبد العزيز عبد الغني، حاجة زي كده. عمر فوزي عبد العزيز. دكتور بعد اذنك يا دكتور، بس الحته اللي هي بتاعت ازاي بجيب حجم الهول وازاي اجيب الجامد درايف بتاعت الهول، تاني ازاي بجيب حجم الهول واجيب الجامد درايف؟ بقول لك حجم الهول عن طريق الساند كوم، تمام؟ الفي هول دي، تمام؟ تاني انت بتبقى في الاول عندك خالص دبليو 1 كلها، الوزن الكلي الساند، تمام؟ ده معروف، ده انت بتحطه انت في الجهاز قبل ما تيجي الموقع، تمام؟ بتملى الجهاز بوزن معين سي 5 كيلو. انت عارف دايما، عارف كده عن طريق الساند ده، ان الكون ده بيتملي بكيلو، 1 كيلو. ده بيبقى معروف، رقم معروف عندك. ان الرمل لما بتفتحه على وضع حتى على بليت ريجيد بليت بيملى 1 كيلو، انت هنا عندك 5 كيلو مثلا، تمام؟ اوكي، الكون بيملى 1 كيلو، تمام؟ رحت بعد ما خلصت لقيت عندك هنا 2.5 كيلو، يبقى ان هو دبليو فاينل، يعني دبليو انيشال او دبليو 1، دبليو 2 لقيتها في الاخر بتساوي 2.5 كيلو، تمام؟ وانت عارف ان الكون بيتملي بكيلو، يبقى هنا كام الوزن الرمل اللي نزل هنا؟ هتقول 5 ناقص 2.5 يبقى 2.5 ناقص 1، يفضل عندي هنا كيلو ونص. يبقى انا اللي دخل هنا جوه العينه، جوه اللي ملأ، يعني انا احتاجت كيلو ونص عشان املى الهول اللي عندي، الحفره اللي انا عملتها، تمام؟ طيب انا عارف الكثافه المعايره او الستاندر او الكاليبريتد دينستي بتاعت الرمل ده، لان ده رمل معاير، ده ستاندرد ساند او كاليبريتد ساند، ما هوش رمل كده جابه من الشارع، انا عارف له الكاليبريشن الدينستي بتاعته. طب يبقى انا عندي اللي هو الكثافه بتاعت الكاليبريتد ساند اللي هي الاس سي، تمام، بتساوي الدبليو بتاع اللي حصل في الهول اللي انا حسبته على الفي هول، تمام؟ طيب الدبليو هول دي اللي هي 1.5 كيلو، انا جبتهم دلوقتي حسبتهم قدامك اهو، تمام؟ طيب والكثافه دي معروفه، مثلا سي 1.5 كيلو جرام على سنتيمتر مكعب. طب دي 1.5 وده 1.5 كيلو، يعني 1500، تمام؟ جرام، يبقى الفي هول على طول هنا حجمها 1000، تمام؟ 1000 متر، 1000 سنتيمتر مكعب، يعني 1 لتر تقريبا، تمام؟ خلاص يبقى انا جبت الفي هول ده، اول جزئيه من عندي، تمام كده. اعتقد انا رديت عليه. في عمر خلاص تاني، في عمر فوزي، عمر عادل بقى، عمر سوري، عمر عادل. معلش بس يا دكتور في حاجه، طب
هو ليه طيب ما احنا ما نروحش مفضيين على طول الرمه اللي فوق دي دايركت في الهول، واول ما تكملي الهول اروح قافل الفالف واوزن على طول بدل ما احط رمله تاني في الكور والكلام ده. هو سؤال جميل، بس انت ازاي تعمل الكلام ده؟ ما هو انا مثلا الهول هتبقى احط فتحه الفالف عليها واملا واستنى اول ما على طول الرمله توصل لسطح الهول بص، هو طبعا هم يعني عايز اقول لك ان الموضوع ده هم طبعا ده بعد تجارب كتير يعني الناس كلها بتعمله. هو الفكره دلوقتي، انت هقول لك حاجه، انت دلوقتي انت تخيل الموقع ده، انت في الموقع كده وشكل الدنيا وعندك زرع وعندك بتاع، تمام؟ انت لازم يبقى عندك نيت سيرفيس عشان تبتدي تشتغل عليه، تمام؟ انت معنى كده ان انت عايز تجيب الجهاز وتبتدي ترص، هتضمن منين ان انت مليت الحفره بالظبط؟ يعني دلوقتي انت عندك الحفره، الكلام ده طبعا يعني انا فاهمه ومتخيله، بس في الحقيقه بيبقى صعب. انت عندك الحفره والارض كده مش طبيعيه، يعني مين قال لك ان الارض مستويه والكلام ده كله، تمام؟ فانت عايز تملى بالظبط الوزن اللي انت خدته، يعني افرض العينه اللي كانت عندك، يعني انت طبعا بتاخدها بعد ما بتحط الجهاز ده، بس دي العينه، انت دلوقتي بتصب ساند بتحطه من عندك انت، ماشي؟ يعني انت جايب جهاز كده، تمام؟ وبتصب ساند هنا كده. اول حاجه كل واحد هيبقى عنده ارتفاع مختلف للهبوط بتاعه، تمام؟ الهبوط المختلف ده هيعمل لك دينستي مختلفه هنا، ما هيش ستاندرد. هي ليه ستاندرد دينستي؟ لان الارتفاع ده ستاندرد، تمام؟ انت لما بتيجي تحط رمل، واحنا ده على فكره بنستخدمه في عمل العينات، لما تبقى عندك حفره تحط من ارتفاع عالي 30 سنتي، غير لما تبتدي تحط من ارتفاع زيرو، تمام؟ الدينستي هتتغير، دي حاجه. فانت عندك عايز جهاز يبقى رابط لك الدينستي دي، رابط لك الهايت ده عشان تضمن ان انت عندك كاليبريتد دينستي اللي هي دبليو سي اس. ده اول حاجه. تاني حاجه، انت لما تبتدي تحط الرمل كده، في ممكن رمل يطلع رمل ينزل، المهم انت في الاخر هل تضمن ان هو يبقى توتالي فلات في الاريا، ياخد نفس شكل الحفره اللي كان موجود قبل كده؟ يو كانوت. ولو هتبتدي تعمل تسويه، الرمل ده هيروح فين؟ هتقدر تدخله تاني في الجهاز؟ يعني انت لو حبيت شويه التانيين وهتبتدي تسوي، هتاخد الرمل ده، الرمل ده هيروح مع الرمل اللي بره هنا. فانت يو نيد ا نيد سكتش، نيد سوري نيد سيرفيس، عندك فيري تايت سكشن، بحيث ان انت تقدر تحدد بالظبط الخط الفاصل عندك هنا، تمام؟ فهو لقوا ان هو ده افضل جهاز. انا فاكر طبعا تفكيرك ده منطقي، بس مش هيديك الدقه اللي احنا عايزينها، وده لقوه فعلا يعني. وبالتالي زي ما قلت، فرق اللي خلي بالك احنا بنتكلم لثالث رقم 10 هنا، فبتلاقي ان انت الدينستي عندك ممكن تختلف جامد جدا لو انت ما عملتش الجهاز ده بدقه يعني، تمام؟ تاني في حد مين للاسف انا ما بشوفش الاسامي، انا اسف بالكامل. انا راح مني دكتور بعد اذنك. دلوقتي انا ليه ما اخدش عينه معلومه الحجم على طول بدل ما احسب الحجم وكده من كذا اختبار؟ يعني مثلا على سبيل المثال، ليه ما اعملش زي فريم مثلا على شكل كيوب او وات ايفر ايه الشكل، واخد العينه على طول بالحجم بتاعها اللي هو جميل. ما هو ده احد الاختبارات هنا، بس اعمله لي في رمل كده وحاول تجربه، اعمله في رمل وشوف هي تعرف ولا لا، هيبقى متماسك. لا طبعاً. مش حكايه كده. لو بعدين انت لو حبيت مثلا تدخل كيوب كده، في الاولا صعب جدا تدخله، ولو دخلته هيبقى حاجه صغيره، ولو دخلته هتضمن منين ان انت تاخد سيرفيس كامل كده، تمام؟ وبعدين لو انت دخلته، ما هو الساند لو انت ابتديت تعمل انرجي عليه وتدخل كيوب، ما انت غيرت له الدينستي. يعني انت نفسك انت لما احنا فاكرين لما قلنا لو عندك برطمان سكر وقعدت تضغط تخبط عليه، يبقى انت اصلا بتعمل دينستي مختلفه هنا، تمام؟ وانت بتقيس حاجه ثانيه غير اللي موجود حواليك. لو انت جبت مكعب بقى وقعدت تدق فيه وتنزله وتتحايل عليه انه ينزل، واخد بالك؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا شفت مثلا في مواقع لما يكون عندك نسبه السلك، انت ما بتبقاش شايف او ما تقدرش تحدد ان الارض اللي تحتك دي خرسانه ولا رمل او صويل يعني الكومباكشن بيوصل لدرجه ان انت تبقى حاسس ان انت ماشي على خرسانه، بالذات لو الارض فيها نسبه جير وكده. هو خرسانه عباره عن ايه؟ مش طين وجير مع بعض محروقين، تمام؟ هو الفكره ان انت لما بتيجي تعمل كومباكشن في بعض الاحيان
فعلا بتبقى ماشي على السطح انت حاسس ان انت ماشي على خرسانه. تمام؟ بمعنى اخر ان انت تجيب مولد بقى وتقعد تخبط فيه وتدخله مش هيطلع عينك يعني. تمام؟ ده انت اصلا عشان بعد ما بيعملوا الحفره دي بيبقى لازم بتجيب ساعات في بعض الاحيان شاكوش وبتاع والبتاع اللي هم بيقعدوا يكسروا بيها دي عشان ياخد جزء من العين. فانت عشان تو انسرت كيوب مثلا ارتفاعه 15 سنتي انسى يعني. تمام؟ يعني بص يا باشمهندسين، هو طبعا انتوا لما تروحوا الموقع هتبقوا انتوا لكم الانفيتي يعني ان انتوا تعملوا انوفيشن زي ما انتوا عايزين، لكن الناس جربت الكلام ده من القرن اللي فات يعني، بقى لهم دلوقتي اكتر من 120 سنه يعني. فهم وصلوا في الاخر ان هم دول الثلاثه من الاخر كده يعني. بس ده ما ينفعش ان انتوا تفكروا يعني. ماشي؟ سؤال تاني. ايه معلش انا مش ما بشوفش الاسامي، انا شايف ان بس ناس رافعه ايديها. في مثلا فادي محمد الهادي. لا انا تمام يا دكتور، سؤالي تمام. طيب في مهندس تاني عمر فوزي. خلاص كده؟ خلاص اللي خلص يا ريت يرفع ايده بس يعني قصدي يقفل ال unmute lower hand يعني. تمام. خلاص ماشي يا جماعه، يبقى احنا كده ايه؟ جبنا الكومبايلر. على العموم الزملاء في السكاشن ان شاء الله المعيدين هيشرحوا لكم التجربه دي تاني من الاول من فروم سكراتش. وانا ضحكت عليكم في حته، هم بقى هيدوها لكم ايه بالتفصيل. الحته اللي انا ضحكت عليكم فيها بس عشان ما لخبطكوش دلوقتي، ان احنا قلت انا بجيب ال WS على طول. في الحقيقه هي مش على طول يعني، هي عمليه صعبه شويه. جت منين هقولها بسرعه وانتم بعد كده هتشوفوها في المسائل. ان زي ما قلنا انا لما باخد حجم العينه ده كله صعب ان انا احط كله في الفرن. تمام؟ فباخد عينه سامبل منه زي ما عملنا في الكومباكت كومباكشن، باخد عينه. يبقى انا بجيب الجاما بالك، مش بجيب الجاما اس، بجيب الجاما بالك. تمام؟ وباخد عينه منها صغيره، باخد عينه صغيره جدا واحطها في الفرن. تمام؟ بعد 24 ساعه واطلعها بقدر احسب منها الووتر كونتنت. تمام؟ يبقى انا لو عرفت الووتر كونتنت اقدر من الجاما بالك دي اجيب الايه؟ الجاما درام. لان انا لو حسبت الجاما بالك بتاعتي هتساوي الوزن البالك على الفي هول. تاني يوم يبقى انا ده بقدر اجيبه على طول immediately وانا واقف في المعمل. تاني يوم بتجيلي من المعمل ان الووتر كونتنت بتاع العينه كذا، يبقى على طول بقدر احسب الجاما دراي. تمام؟ بتساوي الجاما بالك على 1 زائد ووتر كونتنت، وده اللي هيجي لك في المساله. هتلاقي في المساله مديك الجاما الويت بالك، ومديك ووتر كونتنت لوحده معمول، او مديك التجربه نفسها بتاعت الووتر كونتنت عشان تحسب الووتر كونتنت. تمام؟ فهي دي بس النقطه اللي انا ما شرحتهاش، او انا شرحتها دلوقتي بسرعه، هتلاقوها ان انتم هتحسوها او تفهموها في التجارب في المعنى في الشيت ومع الزملاء في السكيشن. ماشي؟ يبقى نكمل بقى بعد كده. ده احنا جينا اختبارين، في طبعا اختبار الكور كاتر وده اللي انتم بتتكلموا عليه، ده بينفع في بعض الاماكن زي الكلي، ان احنا بندخل كور زي ما الباشمهندس قال. طبعا ده ادق مش يعني عمره ما انا بصراحه ما شفتوش خالص في حياتي، ولكن لو عندنا طبقات كلي بننزل الكور ده بندق عليه بالراحه كده وبننزله او بنضغط عليه. بعد كده بنبتدي نحاول نقرر بالوزن بتاعه، الوزن بتاع العينه والفوليوم طبعا بتاعه معاير، يبقى الوزن على الفوليوم. جبنا الجاما ايه بالك على طول كده بسرعه جدا واحنا في الموقع. باخد عينه تاني بعمل لها الووتر كونتنت بتاعها او بعمل لها الووتر كونتنت، بقدر اجيب الايه جاما درام. فده موضوع سهل جدا ولكن هوش دقيق ومش ما بينفعش لكل انواع التربه، وهنشوف بعد شويه. اخر جهاز اللي هو الجهاز بتاع، وده الستاندرد بتاعه، ما اعتقدش انه موجود في مصر، لكن قصدي الستاندرد بتاعته مش موجوده في مصر، لكن ممكن تلجا لل STM D299 او 6938. وده بيستخدم جاما ري، بين الجاما بيقدر في ترانسميتر صغير هنا بيبتدي يرسل، وبنقدر بنحاول اول ما بتحط لازم
اول حاجه لازم تساوي الارض كويس جدا، وبعدين بتحط الجهاز، وبعدين بتضغط رود كده جوه السويل، لازم ينزل لعمق اللاير اللي انت بتدرس عندها، اللي هي سواء 30 سم 40 سم 50 سم، تمام. في الغالب هي بيبقى اقصى حاجه 35 سم، تمام. ويبقى في الرود نفسه فيه ترانسديوسرز او مايكروفون او ترانسديوسرز، ايوه، كل مثلا 5 مللي او كل سوري كل 5 سم انسو. فبالتالي بيبتدي يعمل ترانسميتر للجاما ريز، المفروض ان هي السرعه اللي هو الفي اس او الشير ويف اللي بتمشي فيها، او سرعه الموجه فانكشن في الكثافه، تمام، وفانكشن في الووتر كونتنت كمان. فبمعلوميه الاثنين ومعلوميه القرايات دي كلها، الجهاز على طول بيقوم مطلع لك الووتر كونتنت والدراي لينس، تمام يا جماعه. يبقى احنا هنا الجهاز ده على طول الميديت بتاعه، احنا شايفين كده الراجل المهندس هو واقف بيقدر يحدد على طول الووتر كونتنت والدراي دينستي بتوعه، تمام. لان هو في علاقه المهم يعني في علاقه دايما بتبقى معروفه ما بين البي اس او سرعه الويفز في السويل مع الدنس، في علاقه بتبقى معروفه، تمام. طبعا الجهاز ده بيبقى كالبريتد برضو، وبالتالي بقدر ان انا اقدر احدد الاختبار ده. زي ما احنا شايفين كده، ده مساله برضو عن الساند كون، تقدروا انتم تراجعوها. اخر حاجه بقى نكلمها عليها، واحنا قلناها ان احنا بنحدد بقى اخر حاجه خالص الريلاتيف كومباكشن اللي اتكلمنا عليها اول محاضره خالص، تمام، وهي بتبقى الدنسيتي في الفيلد. وقلنا ان احنا عندنا اربع طرق ان احنا نحدد بيها الدنسيتي في الفيلد، منها الساند كون على الماكسيمم دراي دنسيتي، الام دي دي اللي هي بي دي ماكسيما او الماكسيمم دراي دنسيتي في مين. دايما التيبيكال عندنا ان احنا بنتكلم 95%، لو احنا عندنا فوتنج او سلابون جريد او بنعمل طريق، دايما بتلاقي ان في المواصفات بتاعه المشروع يقول لك انا بدء مقلي لغايه 95% ريليتيف دينستي، سوري ريليتيف كومباكشن. وتاني ريليتيف كومباكشن ما هيش الريليتيف دينستي يا جماعه، دي كارثه ان مهندس يخلط ما بين ريليتيف دينستي والريليتيف كومباكشن. 95% دي ما هيش ريليتيف دينستي، دي ريليتيف كومباكشن لها علاقه بالماكسيمم دراي دينستي. تقريبا 95% دي تقريبا زي ما كان مكتوب هنا، دي العلاقه تقريبا هنا اللي بينهم، دي علاقه فيري رف، ما هيش كوريكت قوي. ولكن انا عايز اربط لك ان انت لو ما تقول عندي تقريبا 80% relative compaction او 0.95، تقدر تجيب منها تقريبا relative density تقريبا. من الخبره كده لما بتبقى عندك 95% relative density بتتكلم في ما بين 65 ل 70، ودي بتختلف من soil لsoil في المية relative density. يبقى 75% relative compaction اللي دايما بنوصل ليها، دايما انت بتبقى تقريبا في الرينج بتاع 70% ريليتيف دينس، تمام. بس ف تمام. طيب احنا بيبقى عندنا الكيرف، عندنا الساتوريشن كيرف، عندنا المنطقه دي اي نقطه فوق الساتوريشن كيرف دي فيزيكالي قلنا مش موجوده، زي ما اتفقنا احنا بنبقى دايما ده الرينج اللي بنعمل عليه الووتر كونتنت بتاعنا، تمام. بنلاقي ان المنطقه الصفراء دي او الحمراء دي هي المنطقه اللي احتمال ان يحصل فيها ايه، او الاقي فيها النقطه بتاعتي. انا لما بعمل نقطه في الموقع باجي بقى احطها هنا، هي نقطه واحده يعني، من الساند كون بيطلع لي نقطه واحده هنا لها دراي دينستي معينه ولها ووتر كونتنت معين. في احتمال بقى انها تطلع لي في اي نقطة هنا، ممكن تطلع هنا، ممكن تطلع هنا، ممكن تطلع هنا، ممكن تطلع هنا، and so on. عندي بلوكات مختلفة أو أوبشنز مختلفة ممكن العينة تطلع لي فيه. الخط الدوتد ده هو الـ relative minimum relative compaction اللي أنا عايزها 90%. يبقى أنا المنطقة الحمراء دي هي المنطقة الوحيدة اللي أنا مسموح لي كمهندس في الموقع إن أنا أجيب نقطة فيها. لو جات النقطة في المنطقة دي، يعني أنا في المواصفة تقول لك أدمك
ناقص 2% لغايه زائد 2%، ولازم ما تقلش عن 90%. يبقى المنطقه الحمراء دي هي الليمت بتاعتي في الموقع. اي نقطه تيجي في المنطقه دي بعد الاختبار بتاع الساند كون او الجاما راي ديفايس او بالون ودخل في المنطقه الحمراء دي يبقى اكسبتد. يبقى المنطقه الحمراء دي it is only accepted area to be achieved يعني. تمام؟ يبقى انا هنا مفيش. لو حققت نقطه تحت هنا في المنطقه دي يبقى اي نقطه تحت هنا ريجكتد لانها اقل من الستاندرد بتاعي. ماشي يا جماعه؟ ده مهم جدا ان احنا نبقى ايه عارفين. لو دلوقتي ده المينيمم، ده المينيمم ليميت كده، وده فيزيكالي ده الماكسيمم ليميت. لو طلعت تحت هنا تحت ده في اي نقطه هنا هنا او هنا او هنا ريجكتد كومبليتلي. لو طلعت هنا هي اكسبتد بس انا اشتغلت في موتشر كونتنت اقل من الريكواير، وده ممكن يعمل لي مشاكل. فيبقى انت لازم تقول للمقاول لا انت الانرجي بتاعتك كويسه جدا بس يا ريت ايه تزود لي الووتر كونتنت عشان تضمن ان انت تبقى في الرينج ده. نفس الكلام هنا، لو العينه عدت ال 90 كويس وكل حاجه ولكن انا كده غيرت في البروبرتيز اللي انا تارجتنج، لو سمحت اقلل الووتر كونتنت عشان نبقى موجودين في الرينج ده. تمام؟ نفس الكلام هنا. طب كويس جدا، ده انت انرجي كويسه جدا، المقاول ده يعني بائس يعني عمال يدي انرجي كتير جدا، وهو لو كان غير بس المويتشر كونتنت كان ممكن يقلل الانرجي وكان يحصل على حق افضل هنا. فبرضه بنديله نصيحه اتس اوكي ات از اكشلي مور ذان ماكسيمم دراي دينستي، بس يفضل ان احنا نرجع تاني للمويتشر كونتنت. طبعا عينه زي هنا ممكن وي كان اكسبتد على اساس ان هي اكتر بكتير من الماكسيمم دراي دينستي، ولكن زي ما قلنا ويت اند دراي سوري كومباكتد ان دراير كونديشن، وبالتالي ممكن تعمل لي مشكله تاني في الهبوط زي ما قلنا لو في ساتوريشن هيحصل بعد كده. تمام يا جماعه؟ يبقى انا عندي هنا دي الاوبشنز المختلفه، وكل مره ايه الدايركشن اللي انا المفروض اديها للمقاول ان هو يغير الموضوع ده. تمام؟ فواضحه هنا جدا نمره واحد خلاص احنا كده اكسبتد مفيش اي تغيير. اثنين ده لا في حاجه نوت بوسبل، لازم في فيلد في الترايل او كل التجربه دي فيها مشكله، او الجي اس بتاعت اللاين ده مش مظبوطه مع الجي اس بتاعت السويل الموجوده في الموقع. 3 4 5 6 زي ما انتم شايفين كده. يا جماعه نكون خلصنا المحاضره. لو اي حد بقى عنده اسئله انا كده هستوب الريكوردنج.